مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم، يوم جديد من ايام المحترف. اكيد حلقتنا النهارده حلقه دسمه جدا جدا جدا، هنتكلم اكيد فيها على الماركاتو الصيفي في اوروبا وقد ايه كان مشتعل، هنتكلم فيها على الدوري الالماني، هنتكلم فيها في حاجات كتيره جدا تخص الدوريات الخمس الكبرى وخاصه الماركاتو الصيفي وتاثيره على الانديه وتاثير اللاعبين على الفرق وطموحات الفرق الكبرى زي يوفنتوس، زي باريس سان جيرمان، زي البايرن، زي تشيلسي. لكن خلينا يمكن من دقائق قليله بنبارك لطبعا فريق النادي الاهلي لكره اليد رجال بعد فوزهم بكاس الكؤوس الافريقيه للمره الرابعه في تاريخهم على حساب طبعا فريق المغربي، اللي النهارده يمكن من خلال يمكن دقائق قليله هذا الفريق بيحقق كاس الكؤوس الافريقيه. ألف مبروك لفرقتنا، ألف مبروك لي معانا دلوقتي الأستاذ ياسر، يعني ده رئيس طبعا كابتن ياسر الرملي، طبعا ده رئيس جهاز كرة اليد في النادي الأهلي، بنبارك له وبنقول له ألف ألف مبروك وإنجاز وكأس جديدة في دولاب النادي الأهلي. كابتن ياسر. ألو كابتن ياسر، ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن هاني، الف مبروك ليكم ولجمهور النادي الاهلي ومجلس الاداره واللعيبه، الكل تعب الحمد لله، ماتش صعب الحمد لله، الحمد لله الحمد لله البطوله رجعت للنادي الاهلي تاني بعد ثلاث سنين زي ما وعدناكم البطوله ترجع. صحيح. الحمد لله البطوله رجعت تاني للنادي الاهلي. بطوله جديده وانجاز كبير يضاف لانجازات النادي الاهلي على مستوى كل اللعبات وخاصة كرة اليد، وزي أنت بتقول إنجاز كبير للمرة الرابعة في تاريخنا بنحصل على هذه الكأس الغالية، أكيد مجهود رائع وأكيد فرحة كبيرة جدا جدا دلوقتي موجودة في المغرب، وإحنا جماهير النادي الأهلي وقناة النادي الأهلي لازم نشارككم الفرحة ونقول لكم ألف مبروك، ومش هنقف عند دي، إن شاء الله مزيد من الإنجازات، وخاصة إحنا عارفين فريق كرة اليد بالنادي الأهلي عنده دايما الطموحات وعنده إدارة مميزة جدا 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 على المستوى التخطيطي على مستوى اللاعبين، فتحية ليكم وتحية كمان للاعبتنا وإن شاء الله بإذن الله بالتوفيق دايما. شكرا كابتن هاني وألف مبروك، ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي العظيم. ألف مبروك ليك وجماهير النادي الأهلي، وزي ما بنتكلم بطولات النادي الأهلي وقطار النادي الأهلي لا يقف على المستوى الفردي على المستوى الجماعي. هنا يمكن من لحظات كنا كلنا بنتابع، يمكن قبل ما اخش هوا كنا بنتابع المباراة، ومجهود كبير جدا من لاعبتنا الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية للمرة الرابعة في تاريخ النادي الأهلي، وما زالت الإنجازات وما زالت البطولات إن شاء الله في طريقها إلى بيتها المعروف النادي الأهلي. طيب نخش في حلقتنا ونتكلم على طبعا النهارده زي ما بقول لحضراتكم حلقه دسمه جدا ان شاء الله تنال اعجاب حضراتكم، هنبداها اكيد بالماركاتو السيفي، اعتقد ماركاتو على مستوى خاصه السنه دي ماركاتو مشتعل في اوروبا، طبعا كلنا عارفين ليه، انتقال لما يكون في سيزون بينتقل فيه رونالدو وينتقل فيه ميسي اعتقد بيكون ماركاتو مشتعل، هنعرف من خلالها كمان من خلال التوب 5 ليجز مين اهم الصفقات اللي تمت، اسعار اللعيبه دي ايه، طب اسعار اللعيبه دي هل زي ما بنقول مثلا باريس سان جيرمان وهدفه الاول والاخير منذ سنوات هو الحصول على الشامبيونز ليج، هل وجود ميسي امبابي بنتكلم على نجوم كبار جدا دوناروما بنتكلم على افضل فريق على مستوى التشكيل في العالم هو باريس سان جيرمان حاليا، هل دوت يدي جارانتي لباريس سان جيرمان انه يفوز بالبطوله الغايبه عنه الشامبيونز ليج، ده سؤال مطروح. كمان على مستوى رونالدو انتقاله من اليوفنتوس الى اليونايتد، هنعرف من خلال احد الصحفيين الكبار في ايطاليا تاثير رونالدو على اليوفنتوس هيكون ايه، هل تاثيره على الكره الايطاليه بشكل كبير، هل يوفنتوس فعلا مفتقد للماركاتو القوي جدا للعوده للبطولات والحصول على السيريا، كل ده هنعرفه من مع حضراتكم هنا من المحترف، لكن خلينا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل حلقتنا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه في المحترف، زي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل حلقه مميزه جدا وماركاتو صيفي اكتر من رائع ومشتعل، وكان مشتعل وطبعا انتهى 31 يمكن الثلاث اللي فات الساعه 12 بالليل تم اغلاق الميركاتو، لكن
انتقال ميسي وانتقال كريستيانو رونالدو، خاصة كريستيانو رونالدو. عندنا في الحلقة النهاردة ضيف عبر سكايبا من إيطاليا، هنتكلم على كواليس الانتقال وخاصة كريستيانو رونالدو من اليوفنتوس إلى المان يونايتد. هيكون كمان معنا زي ما بفكر حضراتكم، عندنا في نهاية الحلقة عندنا فقرة التاكتيكس، هنتكلم كمان في الفقرة ديت على خمس أهداف بيحققها البايرن ميونخ أمام هيرتا برلين. وكالعادة ماكينة الأهداف البولندية ليفا بيحقق ثلاث أهداف. هنحلل مع حضراتكم ازاي الراجل ده بيشتغل، ازاي الراجل ده بيتحرك جوه ال 18 وبره ال 18، ازاي هذا الرجل وليفا بيحقق ارقام قياسيه وعدد من الاهداف اعتقد كسر كل الارقام القياسيه في البوندسليغا. هنتعرف على كل دوت في الفقره الاخيره. بس خلونا قبل ما نخش على كمان الصحف العالميه اتكلمت ايه على الميركاتو الصيفي، خلينا نتكلم على ثلاث اربع نقط. النقطة الأولى نتكلم على نادي ليفربول. امبارح الحقيقة أعلن تجديد عقد طبعا القائد والنجم منتخب إنجلترا هندرسون لغاية 2025. طبعا هندرسون لعيب مميز جدا جدا في خط وسط المنتخب الإنجليزي وكمان فريق ليفربول بيعتمد عليه بشكل كبير جدا طبعا يورجن كلوب في إضافة خط النص وكمان على الشكل الهجومي والدفاعي. لاعب رائع، قائد رائع، عارفين ان هو عنده 31 سنة، يمكن لعب حوالي 394 مباراة مع ليفربول طبعا من ساعة ما انضم ليه جاي من ساندرلاند، الكلام دوت من 10 سنين. طبعا هندرسون كمان على مستوى زي ما بنتكلم على مستوى التعاقدات، ليفربول يمكن بيجدد لكل نجومه، هو دايما بيحافظ على نجومه، بيحافظ على الهيكل الرئيسي او الهيكل الاساسي لفرقته. عودة فان دايك للصفوف الخط الدفاعي بتدي له اولويه كبيره، كمان عنده كمان تاريخ كبير جدا، هندرسون عنده تاريخ على مستوى المنتخب على مستوى ليفربول. ده بطبيعه الحال تجديد التعاقد معه بيدي استقرار كبير لليفربول. قدامنا على الشاشه كمان محمد صلاح، محمد صلاح كمان كان في اخبار في الماركات الصيفي عن انتقاله، لكن في اعتقادي الشخصي ان محمد صلاح باذن الله كمان هيتم تجديده يمكن بعقد خرافي مع ليفربول خلال الاسابيع اللي جايه. زي ما بقول لحضراتكم يعني كل نجوم ليفربول بيجددوا، وزي ما بقول لحضراتكم يمكن اداره ليفربول على راسها طبعا الاداره الفنيه ليورجن كلوب بتحافظ على الكيان الاساسي لفريق ليفربول. أكيد بعد خسارة اللقب السنة اللي فاتت ويمكن الأداء ما كانش على المستوى الجيد، لكن خلاص ليفربول بيجدد أوراقه وبيصحح أوضاعه علشان يكون له شأن كبير. أكيد زي ما شفنا من سنتين ليفربول كان من أقوى الفرق على مستوى العالم، تجديد لنجوم ليفربول وفي اعتقاد الشخص كمان خلال الأسابيع اللي جاية نسمع خبر تجديد التعاقد مع صلاح أو تمديد عقد صلاح. لسه عنده عقده في سنتين، لكن اعتقاد الشخصي ان ليفربول بيعمل خطوه اكتر من رائعه. طيب نروح ل طبعا دياز نجم فريق ريال مدريد اللي اتكلم عن اسباب فشل انتقال اللاعب الى صفوف فالنسيا، يعني منتقد طبعا وجود اللاعب في صفوف ريال مدريد تحت قياده انشيلوتي. عارفين طبعا ان دياز ما بيلعبش، يعني هو لعيب مهاجم بيلعب بشكل مميز لكن ما عندوش فرصه. يمكن وكيله طلع وانتقد شويه اداره ريال مدريد، قال ان هو بيسعى، اللاعب دايما بيسعى الى اللعب ودايما عايز يثبت وجوده في خلال انشيلوتي ما عندوش قناعه كامله بهذا اللاعب. وكان في يمكن اللحظات الاخيره كان يمكن يتنقل لفالنسيا، فهو الصفقه فشلت بشكل او باخر. ولما سال وكيل اعماله عن سبب يعني فشل الصفقه فقال انا ما عنديش سبب واضح ليه طبعا فشل الصفقه في اللحظات الاخيره، بالرغم ان اللاعب عنده بعض العروض الكبيره من فالنسيا، وكمان كان عنده عرض خيالي من بعض الانديه في الخليج براتب كبير جدا، لكن هو طبعا بيبقى في طبعا ريال مدريد. ويعني بيتكلم يعني بيقول ان احنا كان عندنا امل انه ينتقل لاحد الانديه الاخرى وكانت الفرصه موجوده، لكن بقاؤه في ريال مدريد ما اعتقدش انه هيكون ليه فرص كبيره في اللعبه، وبالتالي هينتظر الى طبعا فتره الانتقال او فتره يناير يتم انتقاله لاحد الانديه. لازم زي بقول لحضراتكم يعني اللاعب ما بيلعبش بشكل مباشر، ولكن طبعا انشيلوتي ممكن يكون ليه وجهه نظر مختلفه.
طيب نرجع بقى للفرحه الاهلاويه اللي اتحققت من خلال يمكن دقائق وتتويج النهارده النادي الاهلي لكره اليد رجال بالتتويج بكاس الكؤوس الافريقيه للمره الرابعه. معانا عبر التليفون ومن المغرب السيد العمري فاروق، طبعا نائب رئيس النادي الاهلي المتواجد في الفرحه الكبيره. السيد عمري بنقول لك الف الف مبروك وتحيه هنا من قناه النادي الاهلي لكل رجاله كره اليد في النادي الاهلي. الله يخليك يا رب تسلمني، ومبروك مبروك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي العظيمه والكبيره، مبروك لمجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب، مبروك لكل اعضاء النادي الاهلي وعشاء النادي الاهلي، مبروك للاعبين والجهاز الفني اللي كانوا رجاله الحقيقه، جيل مميز جيل طيب. يمكن احنا بنلعب بطوله افريقيا لاول مره ب 12 لاعب اول مره يلعبوا بطوله افريقيا، وده انجاز في حد ذاته كبير جدا، انه بيطمن الجماهير على الاجيال اللي جايه انها اجيال تستحق انها تاخد الفرص بتاعتها وتستحق انها تتحمل المسؤوليه باسم النادي الاهلي. حاليا هم رجاله وكانوا ملتزمين والتزام على كل المستويات الحقيقه، التزام كامل سواء في الاداء او في اللعب او في الاخلاقيات او في النظام المعتاد في النادي الاهلي. فالف الف الف مبروك ليهم، ويستحقوا الحقيقه كل تقدير وكل احترام، ويستحقوا الحقيقه فرحه جماهيرهم فيهم، وان شاء الله كده باذن الله يبقى اللي جاي افضل ان شاء الله باذن الله رب العالمين. طبعا كلنا يعني لا يغفل، ويمكن انا واحد متربي جوه النادي الاهلي، ودايما النادي الاهلي في كل البطولات على المستوى اللعب الالعاب الجماعيه او الفرديه دايما هو طموحه يكون رقم واحد، والاولويه طبعا هو للقب والبطوله. انجاز بيضاف، وحضرتك قلت يعني نقطه مهمه جدا، ان في 12 لاعب من هؤلاء الابطال يشارك لاول مره في البطوله الافريقيه وبيفوز بالبطوله، ده بيدي مؤشر ان شاء الله للمستقبل، وده مهم جدا. وعايز اقول لحضرتك يعني كان نفسنا نكون موجودين طبعا في اجواء الفرحه، لكن اشرح لنا واوصف لنا الفرحه اللي موجود فيها الجهاز الفني واللاعبين وحضرتك يعني متواجدين دلوقتي في المغرب. باذن الله احنا نتوجه للفندق، وان شاء الله باذن الله نحاول نجتهد ان احنا نسجل لكم فرحه اللاعبين، وعايزين نعمل لهم احتفاليه في الفندق ان شاء الله، ونحاول نبعثها لكم ان شاء الله تروحوا على قناه النادي الاهلي باذن الله. انا عايز اشكر كمان لاعب محسن رمضان الحقيقه، وهو لاعب امبارح الحقيقه اتصاب في المباراه الامس، وكان متحامل على نفسه اكمل المباراه، وعملنا له اشعه ويمكن جبت الشديد بالامس، وعلى الرغم من ده كان اللاعب بيحاول ويجتهد انه يلحق بالمباراه، وانه كان رافض انه جبت الشديد، وكان عايز يتحمل المسؤوليه انه يلعب المباراه، انما انت عارف دايما النادي الاهلي صحه اللاعبين بالنسبه له هي الاهم. صحيح. اهم من البطوله، انما هو الحقيقه كان موجود، يمكن عشان كده شفت اللقطه الاخيره وهو بيستلم كابتن الفريق اسلام بيستلم الكاس، وكان جنبيه الحقيقه اللاعب محسن رمضان الحقيقه، وهو كان ايديه متكبسه، فبقول له الف مبروك وربنا يوفقك. وحقيقه يعني كان موقف محترم جدا تجاه النادي الاهلي منه، انه عايز يلعب ودي مكسوره. والله يا استاذ يعني احنا اتعلمنا ده جوه النادي الاهلي، ومش غريبه لما بنشوف كابتن الفرقه بيكون ايديه متجبسه وعايز يشارك وعايز يكون ليه بصمه، واكيد هو اكيد ليه بصمه، لكن يشارك من خلال نهائي البطوله، ده شيء احنا اتربينا عليه في النادي الاهلي. وكمان يحسب لحضراتكم واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي بصراحة مجهود أكتر من رائع، نجاحات على جميع المستويات، لسه شايفين من أيام افتتاح جراج مدينة نصر على أعلى مستوى، شايفين نجاحات في كرة القدم السنة دي ولا أروع، شايفين حتى على مستوى التطوير على مستوى البرنامج اللي حضراتكم وضعتوه عائلة النادي الأهلي. أنا بحيي حضرتك جدا جدا، لأن هذا البرنامج كان برنامج ثقيل الحمل جدا في ظروف صعبة، ولكن قدرتوا طبعا بقيادة الكابتن محمود الخطيب وبمجهود كل أعضاء مجلس الإدارة أنه تنفذوا 100% من هذا البرنامج. ومعاك الكابتن ياسر رئيس الجهاز بقى كمان حقيقة، عشان هو حابب يبارك لجماهير طبعا. أنت كابتن ياسر للمرة الثانية بنرحب بيك معانا، ومن حقك تفرح، ومن حقنا نفرح، ومن حق لعيبتك دي تفرح، ومنتظرينكم بقى ان شاء الله كمان في القاهره باذن الله يكون في احتفاليه تليق باسم النادي الاهلي وتليق باسم الانجاز اللي انتوا عملتوه يا كابتن ياسر. الحمد لله رب العالمين. ماتش النهارده كان ماتش صعب، كان عندنا اصابات امبارح، محسن جاله كسر في الكوع دي اتحطت في الكبد، فضل يقول للدكتور يتوسل الدكتور انه عايز يلعب ويكمل بعد الماتش. الحمد لله الاولاد ادوا ماتش كتير، زي ما وعدنا الناس احنا هنرجع بالبطوله ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله مبسوط
مبروك لرجاله النادي الاهلي، الحمد لله. الف الف مبروك، ودايما عند العهد والوعد، وكلنا في انتظاركم. يعني هنا من قناه النادي الاهلي وباسم هاني رمزي وباسم قناه النادي الاهلي وبرنامج المحترف، ارجوك توصل تحياتنا ونقول مبروك لكل فرد من افراد البعثه، والف الف مبروك على هذا الانجاز. كابتن ياسر نشكرك شكرا جزيلا. يعني البطولات حلوه، والنادي الاهلي بيت البطولات بصراحه، وكل خطوه النادي الاهلي بيعملها بتبقى خطوه، يعني خطوه محسوبه بشكل اكتر من احترافي بشكل كبير جدا. يعني بنقول لهم مبروك، الف مبروك رجاله، وشفتوا نموذج، يعني نموذج صغير، واحد ايديه مكسوره وعايز ينزل يشارك وبيتحايل على الدكتور انه يلعب المباراه النهائيه. هي دي روح النادي الاهلي، وهو ده النادي الاهلي. الكاس قدام حضراتكم، وزي ما بقول لحضراتكم يعني دايما بنقول بنشيد طبعا بمجلس الاداره، وده يعني مجلس الاداره بالتبعيه كل الاجهزه الفنيه في النادي الاهلي بتحس بهذا القدر من المجهود، وبالتالي بتبذل اقصى ما عندها للوصول للصوره اللي حضراتكم شايفينها، صوره اعتقد بنشوفها تقريبا كل يوم او كل اسبوع في النادي الاهلي على شاشه قناه النادي الاهلي. كاس في كره اليد، كاس في البينج بونج، كاس في الكوره، كاس في السله. فكل التوفيق لنادينا العظيم النادي الاهلي اللي مليان بطولات، وان شاء الله مزيد من البطولات. احنا جماهيرنا دايما طماعه، جماهيرنا دايما يعني طماعه للبطوله، ودايما الشاغل الاساسي ليها هي الحصول على البطولات، وده اللي بيوصل للاجهزه الفنيه، ده اللي بيوصل لمجلس الاداره، وبالتالي كمان بيوصل للاعبين. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في كل الالعاب، اذا كانت جماعيه او فرديه، وتحقيق مزيد من الانتصارات. خلينا في حلقتنا النهارده كمان اللي بنكملها، وكنت بقول لحضراتكم ان ليفربول بيجدد لمعظم نجومه، وان شاء الله هنسمع اخبار لتجديد عقد محمد صلاح، بيكون بعقد يليق باسم محمد صلاح. لكن كمان خلينا نتكلم على كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو يمكن الانتقال من اليوفنتوس بكواليس مختلفه هنعرفها، لكن كريستيانو رونالدو حقيقه يعني بيحقق ارقام وبيحطم ارقام قياسيه بشكل خرافي. حضراتكم عارفين يمكن يعني بيحط يعني هو خلاص نجح في تحطيم رقم الاسطوره الايراني، اللاعب السابق طبعا داني، طبعا اللاعب الايراني اللي كان عنده اكبر عدد من الاهداف على المستوى الدولي. كريستيانو رونالدو في المباراه اللي فاتت احرازه الهدفين رغم اخفاقه طبعا في ضربه الجزاء، لكن بيتعدى هذا الحاجز وبيوصل ل 111 هدف على مستوى المنتخب البرتغالي. رونالدو كان بيتكلم على علي داي طبعا الاسطوره الايرانيه، وكان بيتكلم ان هو علي داي بالنسبه له كان رمز، وكان بالنسبه له اسطوره، وكان دايما بيحاول يوصل للرقم اللي كان في وقت من الاوقات رونالدو نفسه بيقول انا كنت يعني بقول صعب اوصل لهذا الرقم. لكن رونالدو هو زي ما بقول لحضراتكم على المستوى الفني ما حدش يتكلم عليه، لكن على مستوى الاراده، على مستوى الطموحات، على مستوى الشغل اللي بيعمله خلال خلاص وصل يمكن سن 34 سنه، في لعيبه ممكن تبطل في ويكون ملهاش وجود، لكن كريستيانو رونالدو النهارده بيهني كمان يعني بيتكلم على علي داي وبيقول له بهنيك يا شهريار، يعني طبعا هو طبعا بيقول شهريار لعلي داي، على بيقول له بشكرك على الاحتفاظ بهذا الرقم القياسي لفتره طويله، بيقول له شكرا على احترامه الكبير له دايما في كل مره بيسجل فيها رونالدو كان بيقرب من هذا الرقم. وكان زي ما حضراتكم عارفين ان خلاص رونالدو بيحقق الرقم 111 على المستوى الدولي، بيكون افضل لاعب في التاريخ على مستوى التهديف مع منتخب بلاده. كريستيانو رونالدو بيقول هو نفسه كمان بيقول ان العداد لن يتوقف، لم انتهي من العد بعد، سواصل اللعب مع البرتغال العظيمه وبسجل الاهداف، وهم دول الرفقاء الرائعين. زي ما بقول لحضراتكم هو ده نموذج حي لكل شاب صغير، لكل ناشئ صغير، بيقول كريستيانو رونالدو بيعمل ارقام قياسيه في سن عدت ال 30 سنه، ولكن ارقام كريستيانو رونالدو على مستوى عالي جدا جدا. طيب دلوقتي نروح للصحف العالميه سريعا ونشوف اتكلمت على ايه بالنسبه للدوريات الاوروبيه الكبيره. خلينا نتكلم اهم العناوين في صحافه العالم عن الدوريات الاوروبيه.
نبدأ مع حضراتكم بصحف البرتغال، تحديدا صحيفة ريكورد الشهيرة اللي نشرت صورة لكريستيانو رونالدو لحظة احتفاله بهدفه الثاني في شباك طبعا أيرلندا، وعلقت قائلة: رونالدو يسجل رقما قياسيا من خلال ثنائية خارقة للبرتغال. بعد ركلة جزاء فاشلة في الدقيقة 15 سجل في الدقيقة 88 وبلاس 90 في الدقيقة 96. رونالدو ل 111 هدف مع البرتغال. كمان نقلت حديث رونالدو بعد المباراة، ويعني بيقول: أطفالي يجبرون ويرون والدهم لا يزال يسجل الأهداف ويقدم عروضا مميزة ويفوز بالألقاب. طيب، من البرتغال نروح لأسبانيا، تحديدا صحيفة ماركا الأسبانية اللي ركزت الصحيفة على لقاء المنتخب الأسباني أمام منتخب السويد في تصفيات كأس العالم القادمة، وكتبت يعني تهاني من أجل كأس العالم، يعني بتتكلم على أهمية هذه المباراة. كمان اتحدثت الصحيفة عن الرقم القياسي لكريستيانو رونالدو واللي يمكن سجل زي ما بقول لحضراتكم هدفين في خلال فوز المنتخب البرتغالي على أيرلندا، وكتبت: كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للمنتخبات. الصحيفة اهتمت كمان بتعاقد أتلتيكو مدريد وعودة جريزمان، وكتبت: أتلتيكو مدريد سوبر. كما اهتمت كمان بكيليان مبابي بعد فشل انتقاله لريال مدريد، وكتبت: مبابي يشعر بالخيانة من باريس سان جيرمان. طيب، نروح لأسبانيا، نسيب أسبانيا نروح لإنجلترا، تحديدا جريدة ديسان اللي ركزت على لقاء منتخب إنجلترا ومنتخب المجر في تصفيات كأس العالم 2022. طبعا صحيفة ميرور الإنجليزية تحدثت عن النجم كمان البرتغالي، لا حديث في الصحافة غير عن كريستيانو رونالدو، وكتبت الصحيفة: هو الوقت المناسب لمسافات طويلة. اهتمت بخوف إنجلترا من عودة الجماهير للملاعب، وكتبت: إنجلترا يعني الخوف من الأيام في الملاعب، طبعا يعني بإجراءات احترازية بشكل، ويمكن عودة الملاعب كان شكلها أكتر، أو الجماهير للملاعب وخاصة في البريمير ليج كان لفعل السحر في الكرة الإنجليزية. صحيفة فرنسا ليكيب ركزت على تعادل منتخب فرنسا أمام منتخب البوسنة والهرسك 1-1 طبعا في تصفيات كأس العالم 2022، وكتبت: العودة صفر. ده على مستوى طبعا أبطال العالم المنتخب الفرنسي، والتعادل 1-1 أمام الهرسا والبوسنك في تصفيات كأس العالم القادمة. صحف إيطاليا كمان تحديدا صحيفة كوريديا دي السبورت ركزت على لقاء المنتخب الإيطالي مع منتخب بلغاريا في تصفيات كأس العالم 2022، وكتبت: أبطال ويمبلي. طبعا نتيجة طبعا فوز المنتخب الإيطالي باليورو 2020. اهتمت كمان بالرقم القياسي أكيد لكريستيانو رونالدو اللي أصبح الهداف التاريخي للمنتخبات، وكتبت: كريستيانو رونالدو إلى ما لا نهاية، ليلة رقم قياسي للبرتغالي. لسه في إيطاليا مع توتو سبورت اللي ركزت على اليوفنتوس ومدربه طبعا أليجري اللي بعد بداية متواضعة جدا جدا، وكتبت: فكر في الأمر. يعني طبعا في إشارة هنا لأليجري المدير الفني لليوفنتوس. كمان اهتمت بمنتخب إيطاليا اللي بيستعد زي ما قلت لحضراتكم لمواجهة منتخب بلغاريا في تصفيات كأس العالم، وكتبت: أين كنا. ده طبعا كان آخر خبر معنا في الصحف العالمية، لكن فقراتنا متواصلة هنا في المحترف. بعد الفاصل معانا الناقد الرياضي إيهاب الجنيدي، وحديث كبير جدا على الماركاتو السيبي في أوروبا، لكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم مرة تانية في المحترف. زي ما شفتم مع حضراتكم الأرقام ويمكن المبالغ اللي دفعت من كل دوري في التوب 5 ليج في أوروبا، هنتكلم عليه بالتفصيل. لكن عشان نتكلم على ده وكمان نتكلم على الماركاتو الصيفي المشتعل أو اللي كان مشتعل في أوروبا بشكل كبير، معانا ومع حضراتكم ضيفنا النهاردة الناقد الرياضي إيهاب الجنيدي. إيهاب، مساء الخير. مساء الخير يا كابتن هاني، وبرحب بيك وبكل جماهير النادي الأهلي. مبارك لهم على بطولة أفريقيا لكرة اليد، إنجاز جديد يضاف للنادي الأهلي ولتاريخه وأمجاده. مبروك طبعا للنادي الأهلي مرة تانية. وخلينا نتكلم على الماركاتو الصيفي، يعني بعض الناس بتشبه الترانسفير ماركت الصيفي
السنه دي في اوروبا بان هو اكتر اثاره على مستوى التاريخ بالنسبه للانتقالات، اكيد بسبب انتقال رونالدو وبسبب انتقال ميسي، لكن حتى من خلال الارقام شفنا ان رغم البريمير ليج طبعا يصرف اكتر من مليار وشويه، لكن في انخفاض في الميزانيه، ده نتيجه طبعا كورونا. لكن اشرح لنا الشكل الماركاتو الصيفي كان ازاي السنه دي في اوروبا بشكل خاص. يعني هو زي ما قلت انت يا كابتن هاني في البدايه، طبعا الماركاتو السنه دي مش هو الاعلى، مش زي السنه اللي فاتت مثلا ولا المبالغ اللي دفعت في السنين اللي فاتت، ولكن ده طبعا بتاثير كورونا. ولكن الماركاتو هذا العام كان فيه جاذبيه كبيره جدا. السبب في ده ايه؟ الاسماء الكبيره جدا اللي شفناها في الماركاتو، الاسماء اللي ما كانش جماهير زي ما تخيل كده، دايما النجم الجماهير يا كابتن بيبقى ليه ثقل. ان انا اشوف راموس بيسيب ريال مدريد بعد السنين دي كلها، ده شيء ما كانش بتتخيله الجماهير. اشوف ميسي بيسيب برشلونه، النجم الاسطوري البرغوث اللي ارتبط ببرشلونه طول حياته وطول انجازاته بيسيب ريال، برضو رونالدو القطب الثاني للكره العالميه بيسيب يوفنتوس وبيروح مكان جديد، بيرجع من حيث بدا رحله التالق في اوروبا لمانشستر يونايتد، الفريق اللي فاز معاه باول دوري ابطال في تاريخه والكره الذهبيه الاولى، واللي عمل معاه انجازات كبيره جدا. فسر بريق الميركاتو السنه دي واللي كان مديله جاذبيه كبيره جدا هي الاسماء، النجوم اللامعه اللي كانت في الميركاتو. كان بالنسبه لك انت هيبقى على مستوى انت طبعا عايش طبعا من خلال يعني شغلك ومن خلال متابعتك للدوريات الاوروبيه، كان بالنسبه لك في مفاجاه كبيره جدا في الانتقالات؟ يعني خلينا نتكلم على المفاجات بالنسبه لك كانت موجوده السنه دي في مين. تمام. رونالدو بالنسبه لنا مش مفاجاه، وطبعا مش مفاجاه رغم يعني انتقاله في اخر لحظه، يعني انتقاله في اخر لحظه ولكن ليس مفاجاه. رونالدو ليس سعيدا في يوفنتوس في السنين اللي فاتت وما حققش طموحاته. رونالدو راح يوفنتوس عشان يفوز بدوري ابطال اوروبا ويقود الفريق لدوري ابطال اوروبا ويثبت لفلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد اللي كان الخلاف معاه سبب رحيله ان انا نجم كبير وان انا هقدر انجح في اي مكان تاني غير ريال مدريد. ما حققش ده، خد الدوري الايطالي اللي اوريدي زي ما حضرتك متابع يوفنتوس بياخده بقاله 9 سنين. ايوه. فانت ما جبتش الجديد عندي، كان الهدف لجماهير يوفنتوس والامل الكبير ليهم دوري ابطال اوروبا ولم يحققه رونالدو. المفاجاه الكبيره بالنسبه لي جدا في موسم الانتقالات كانوا في حاجتين. طبعا الاسم الاول ميسي. ميسي انه يسيب برشلونه دي كانت صدمه لجماهير برشلونه، حاجه ما تخيلوهاش. يعني حتى في ظل انباء انه مش هيجدد، كل الجماهير قاعده وعارفه انه هيجدد، حتى بعد بطوله كوبا امريكا اللي قاد فيها منتخب الارجنتين للقب في المباراه النهائيه امام الغريم التقليدي البرازيل، برضه بعد ما رجع وتصريحات خوان لابورتا رئيس النادي ان ميسي متواجد، وكل تصريح من ساعه ما نجح، ويمكن كان ده احد اسباب نجاح لابورتا، انه راهن وقال ان ميسي باقي وانا بعد الجماهير ان ميسي باقي. فدي كانت المفاجاه. المفاجاه الثانيه من وجهه نظري برضه نادي برشلونه، ولكن ليها علاقه بجريزمان. جريزمان النجم الكبير اللي دفعوا فيه السنه اللي قبل فرز. خلينا يا ابو احنا بنتابعك طبعا، تقديم طبعا ميسي من خلال وجوده في باريس سان جيرمان. في بعض الناس قالت لو يمكن المان سيتي كان اتاخر شويه في شراء جريليتش لاعب استون فيلا كان هيتواجد ميسي مع كمان كريستيانو رونالدو بعد انتقاله لليونايتد. كنت شايف ده فعلا الامور كده؟ لو ما كانش فعلا جريليتش موجود مع المان سيتي كان هيبقى انتقال ميسي للمان سيتي. تقريبا اجمعت الصحف الاوروبيه كلها كتبت ان لو ما حصلتش الصفقه دي، ان مانشستر سيتي انفق امواله ال 100 مليون تقريبا يورو اللي انفقهم عشان يحسم صفقه جاك جيليرش انفقها، لو ما كانتش دي اتحسمت كان هياخد ميسي، خاصه في ظل العلاقه القويه الكابتن المعروفه بين ميسي وبيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، واللي بتربطه علاقه قويه جدا بميسي وصنع معاه نجاحات كبيره جدا في برشلونه. حتى كانت هي يعني عارف حاجات السخريه اللي بتبقى عندنا في الصحف، جابوا حاجات سخريه في الصحف الانجليزيه وحاجات انك شكل حزن وبيرسموا مانشستر سيتي لما يسمعوا ان برشلونه فشل في تجديد عقد ميسي، حاله حزن في مانشستر سيتي انهم تعاقدوا مع جاك جيليرش. ولكن هي في النهايه زي ما قلت لحضرتك ميسي لم يكن من الممكن ان يستمر في الليجا، قوانين الليجا ما كانتش هتقعده خلاص، يعني غصب عن لابورتا. هو كان عنده اراده واضحه انه يكمل، وهو قال حتى ان انا خفضت مرتبي بشكل كبير جدا، لكن زي ما انت بتقول قواعد الليجا هناك بتحكم ان في سقف معين، سقف معين للرواتب اللاعبين وسقف معين انك تنزل براتب اللاعبين. صحيح. ما يبقاش منطقي انك تنزل براتب بياخد مليون مثلا يورو ساي في الشهر وتيجي تقول لي في الاسبوع الثاني هياخد 100,000 يورو، ده مش منطقي. هناك وفي قواعد بتحكم الليجا وفي قواعد اللعب المالي النظيف اللي بتحكم اوروبا، كانت دي كلها حاله دون اسباب بقاء ميسي. الصفقه الثانيه المفاجاه كابتن هاني زنبول حضرتك من وجهه نظري هي صفقه جريزمان.
طبعا احنا عارفين ان جريزمان انضم لبرشلونه في صفقه اثارت الدنيا ووصلت المحاكم، واتلتيكو مدريد قدم قضيه ضد برشلونه في الفيفا وفي المحكمه الاوروبيه. ليه؟ لانه قال لك كسر عقد وكان بيفاوض اللاعب قبل ما عقده ينتهي وكنا خلاص جريزمان ده النجم الجديد لنادي برشلونه، والجماهير ما توقعتش خالص بعد رحيل ميسي ان جريزمان كمان النجم الكبير الثاني في الفرقه واغلى نجم في الفريق موجود ان هو يمشي كمان. طبعا انا عايز اسالك سؤال، طب ما جريزمان من سنتين كان انتقل من اتلتيكو راح لبرشلونه، انت فاكر كان راح بكام؟ 120 120 دلوقتي مليون. بيبيعه بكام؟ 50 طالع اعاره يا كابتن، يعني حتى مع 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 يعني لو حصل بيع في نهايه الموسم يبيعه ب 50، خسر فيه كتير، خسر فيه كتير بالزبط. وكمان على مستوى يمكن تخفيض الرواتب في برشلونه، يمكن الرقم 145 مليون يورو كان معدل تخفيض الرواتب في برشلونه، لكن زي ما بقول لك يعني بيكي مثلا خفض عقده للنصف وبعض النجوم الكبار علشان بوسكيتس وجوردي البا وسيرجي روبرتو اجويرو يخش، ففي في تناسق واضح جدا مع اللاعبين وخاصه لاعبين كاتالونيا اللعيبه المتربيه في برشلونه مع الاداره لتخفيض العقود، وبالتالي يفتحوا طريق بقى للانطلاقه من خلال هذا وده بسبب الازمه الماليه اللي حضرتك عارفها اللي بيعيشها نادي برشلونه طبيعي، واللي هم بيدفعوا ثمن زي ما قالها تسيباس نفسه، قال ان هم خافير تسيباس قال ان هم بيدفعوا ثمن الصفقات الكبيره اللي ابرموها في السنين اللي فاتت. يعني انت ما تجيش يا كابتن هاني تضم لعيبه بملايين وتعمل عقود خرافيه زي عقد ميسي، طبعا احنا عارفين الدنيا اتقلبت السنه اللي فاتت لما كشفوا عن قيمه عقد ميسي، عقد خرافي بيحصل عليه الراتب بتاعه، فده وضعهم في ازمه دلوقتي وما يقدروش يخرجوا منها. صحيح. طب على مستوى كريستيانو رونالدو والانتقال، اعتقد انتقال كان كريستيانو رونالدو كان انتقال يمكن في اخر اسبوع من الماركاتو، كان عمل دوشه وضجه شويه انتقال كريستيانو رونالدو، بالرغم ان كان كل التصريحات قبليها ان هو مكمل مع اليوفنتوس ان هو متواجد مع اليوفنتوس، لكن خلينا نعرف اكتر من خلال يمكن معانا عبر سكايب طبعا الصحفي بجريده توتو سبورت الايطاليه فابيو ريفا، طبعا هو يكون عنده طبعا عنده معلومات اكتر بالزبط. عن هذه الصفقه. فابيو بنمسي عليك وبنقول لك وبنرحب بيك في قناه النادي الاهلي. السلام عليكم، مساء الخير للجميع، السلام عليكم. انا سعيد جدا وفخر لفابيو ريفا الظهور على قناه الاهلي، قناة لأحد الأندية العظيمة في أفريقيا، بل الأعظم ليس في أفريقيا ولكن في الوطن العربي، لذلك أنا فخور بظهور على النادي الأهلي وشرف لي الظهور على قناة الأهلي. لا طبعا احنا بنرحب بك فابيو مع كابتن هاني رمزي اللاعب والكابتن الذي فتح الباب للمحترفين المصريين للاحتراف في أوروبا والذي قام بلعب كأس العالم عن 90 هنا في إيطاليا، وقد شاهدت مباراة المنتخب أمام إنجلترا، وكابتن هاني رمزي كان واحد من هؤلاء اللاعبين الذين شاركوا، لذلك أنا فخور بظهوري في قناة النادي الأهلي وبرنامج يقدمه واحد كان من أعظم اللاعبين في مركزه كابتن هاني رمزي، قام بمباراة صعبة أمام هولندا، فخرا لي. شكرا جزيلا، لكن احنا كمان سعداء ان احنا نستضيف صحفي كبير بقيمه جريده توتو سبورت. عايز اكلمك على انتقال كريستيانو رونالدو، كواليس انتقال كريستيانو رونالدو، وايه اللي حصل ليه كريستيانو رونالدو فجاه بعد يعني ما كل الناس قالت انه مكمل مع اليوفنتوس فجاه ما بين يوم وليله كريستيانو رونالدو بيعلن الرحيل؟ Sì, è stato è stata una settimana un'estate che molto difficile in cui الآن نتحدث عن الميركاتو بشكل عام وبشكل خاص عن كريستيانو رونالدو الذي أشعل الميركاتو في الأيام الأخيرة، الجميع استيقظ على خبر انتقال رونالدو إلى مانشستر يونايتد، قد يكون مفاجأة لجميع المتابعين للكرة الإيطالية، لكن بالنسبة لي والقريبين من اليوفي لم تكن مفاجأة، فكانت هناك مشاكل عديدة قام بها كريستيانو رونالدو مع ماسيميليانو أليجري. عندما جاء أليجري وعاد إلى اليوفي كريستيانو رونالدو غضب بعض الشيء وتحدث عن عودة أليجري لم تكن عودته حميدة بالنسبة له. كريستيانو رونالدو غضب عندما قام على دكة الاحتياطي في مباراة أودينيسي، ومن هنا كانت الانطلاقة لرحيل كريستيانو عن اليوفي وافتعل المشاكل اليوم التالي مع ماسيميليانو أليجري. هناك أشياء كثيرة يجب أن تعرفوها،
أن كريستيانو رونالدو بعد جلوسه على دكة الاحتياطي قام بالاتصال بعد مباراة أودينيزا التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 بأندريا أنييلي، وقام برفض جلوس دكة احتياطي، قال أنا لا أجلس احتياطي، وهذا لا يحدث في العالم، أعظم اللاعبين يجلسون على احتياطي. هذا لم يعجب ماسيميليانو أليجري، وتحدث أن رونالدو هو لاعب مثل أي لاعب في اليوفي. فاليوم التالي ذهب إلى التمرين قبل مباراة إمبولي. بدأ التمرين أول 3 دقائق باللعب بالكرة. ماسيميليانو أليجري رأى أن ذلك أن كريستيانو لا يريد التمرين، فذهب له وتحدث: إذا كنت لا تريد الاستمرار في اليوفي يجب أن تقول، والباب مفتوح إليك. جورجي مينديس وكيل أعمال كريستيانو رونالدو قام بالاتصال في ذلك الوقت بمانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، وقام بالتوقيع مع مانشستر يونايتد، وهذه كانت مفاجأة صادمة لجماهير اليوفي. أكيد مفاجأة بالنسبة لجماهير اليوفي اللي كانت بتطمح طبعا لاستمرار كريستيانو رونالدو والحصول على السيريا آ بعد خسارتها طبعا على حساب الانتر. لكن خلينا نتكلم على هل التعادل مع في المباراة الأولى مع أودينيزي 2-2 والهزيمة المفاجأة من فريق صاعد من الدرجة الثانية إمبولي 1-0 على أرضه، هل دي يعني تداعيات رحيل كريستيانو رونالدو على اليوفنتوس، أو أنت شايف الأمور هتبقى ماشية إزاي في خلال الفترة اللي جاية لليوفنتوس في السيريا آ؟ Allora, Ronaldo ha lasciato, voleva già andare via all'inizio e però la panchina. جماهير اليوفي في العالم العربي ومن خلال قناة الأهلي يجب أن يعلموا أن كريستيانو رونالدو من وقت جلوسه احتياطي على أودينيزي قرر الرحيل. اتصل بخورخي مينديز: لقد اطلعنا على الرسائل التي تم إرسالها من خلال وكيل أعماله في مكتب أندريا أنييلي رئيس نادي اليوفي. كتب إلى خورخي مينديز أنه يريد الرحيل، وأن الأمور مع ماسيميليانو أليجري باتت مظلمة ولن يستطيع أن يعمل معه. وقد تحدث كريستيانو رونالدو في بعض هذه الأمور عندما كان ساري مدير الفني للاتسو حاليا كان مدربا لليوفي. في أحد المؤتمرات الصحفية تم سؤاله: هل أنت معجب بأسلوب ساري أم معجب بأسلوب ماسيميليانو أليجري؟ قال أنه يفضل أسلوب ماوريتسو ساري مدير الفني للاتسو حاليا عن ماسيميليانو أليجري، ولذلك الأمور مع أليجري وكريستيانو رونالدو كانت صعبة. هذا سيؤثر بالسلب على اليوفي في دوري أبطال أوروبا وفي الدوري الإيطالي، وهذا ما قام به خورخي مينديز عندما تحدث لأنييلي. رحيل رونالدو سيتسبب في مشاكل كبيرة بالنسبة للميركاتو لليوفي أو للجماهير الإيطالية التي اعترضت مساء الأمس وقاموا بوضع لافتات أمام اليوفي ستاديوم مهاجمة لأنييلي رئيس النادي. أنا حجيلك يا فابيو بالنسبة للمشاكل، لكن خلينا يخش معنا كمان في الحديث طبعا الناقد الرياضي اللي مشرفنا النهاردة إيهاب الخطيب، وحسأل سؤال مزدوج والسؤال ليك ولفابيو. بالرغم ان يعني خلينا نتكلم على الميركاتو الصيفي، وان كان من المتوقع ان اليوفنتوس بعد خسارته للدوري وفوز الانتر بيه السنه اللي فاتت، يهاب انك تقول لنا رايك ايه ان في ضعف الميركاتو الصيفي بشكل كبير جدا لليوفنتوس وبيعاني منه لغايه دلوقتي. السؤال ليك ولفابيو، تاثير ده ايه وليه ده حصل؟ ليه اليوفنتوس ما دعمش صفوفه بشكل كبير خلال الميركاتو الصيفي؟ هو الكره الايطاليه بشكل عام يا كابتن هاني وليس طبعا فابيو هيكلمنا طبعا في النقطه دي بتوسع هناك وعايش الاجواء دي، ولكن الكره الايطاليه بشكل عام وده اللي العالم كله عارفه بتعاني من ازمه اقتصاديه كبيره نتيجه فيروس كورونا والتاثير الكبير اللي سابه على الكره الايطاليه. البطل زي ما شفنا السنه دي انتر ميلان نفسه بيبيع نجومه، باع اغلى نجمين عنده، اهم نجمين اشرف حكيمي وباع لوكاكو، والاثنين عملوه تقريبا حوالي 200 مليون يورو مقابل بيعهم عشان يناقش بيهم خزينته. نفس الامر لا يختلف كتير بالنسبه ليوفنتوس، خاصه في ظل عدم تحقيق بطولات. النهارده السنه دي انت يوفنتوس خرجت من دوري ابطال اوروبا مبكرا،
خسرت لقب الدوري الايطالي اللي محتفظ بيه منذ عده سنوات، فده كله خلى ما فيش عائدات ليك، ما خلى العائدات بتاعتك نزلت، فطبعا ده اثر على الصفقات بتاعتك بشكل عام. هتلاقي الدوري الايطالي كله يا كابتن السنه دي الصفقات فيه قليله جدا، والصفقات فيه مش كبيره باستثناء نادي روما طبعا. صحيح. اللي بيعمل صفقات كبيره واللي ضم اكتر من لاعب مهم لرغبه ذئاب العاصمه روما في العوده من جديد للمنافسه على اللقب. طيب انا عايز اسال فابيو على نفس الجزئيه. اليوفنتوس بعد خسارته للليجا السنه اللي فاتت ما قامش بماركاتو قوي بيدعم صفوفه، وما عملش حساب كمان ممكن وارد جدا ان كريستيانو يرحل. هل ديت مشكله في المدير الرياضي السبورت دايركتور نيدفيت؟ هل بيقوم بدوره بشكل كامل؟ هل الاداره سبب في هذا الفشل في الانتقالات الصيفيه بالنسبه لليوفنتوس؟ Allora, diciamo che è stata una decisione sostanzialmente del presidente Andrea Agnelli. يجب على الجميع أن يعلم هذا الشيء، شيء مهم جدا، وهو أن أندريا أنييلي رئيس اليوفي ما زال يدفع الثمن وسيدفع الثمن غالي جدا. رحيل ماروتا كان الكشة التي ظهرت كسم البعير في إدارة اليوفي. ماروتا كان العقل المدبر. مع ماروتا اليوفي فاز بالدوري الإيطالي 9 سنوات متتالية، 4 كأس إيطاليا، 3 سوبر إيطالي، جلب الغالي والنفيس إلى اليوفي. شيئا حصريا لكم ولقناة النادي الأهلي لأول مرة أتحدث إليه أبدا، أن نيدفيت كان له دور في رحيل ماروتا. الغيرة موجودة في كل مكان. تحدث مع أنيلي أن ماروتا يتقاضى العديد من الأموال، من الممكن التضحية بماروتا ونقوم نحن بعمل ميركاتو في الصيف والشتاء، وهذا ما تم مهاجمة نيدفيد في المدرجات خلال المباراة الماضية. نيدفيد كان له دور في رحيل ماروتا، وكما ذكرت أيضا أن ذلك شيء سلبي. لقد شاهدنا ماروتا ماذا يفعل الآن مع الإنتر. ماروتا فاز بالدوري الإيطالي، قام بجلب الغالي والنفيس، قام ببيع لوكاكو وأشرف حكيمي، ثم قام بتعويضهم بإيدين جيكو، والإنتر يقوم بعمل كبير. رحل أنطونيو كونتي، ماروتا جاء بسيموني إنزاغي، عمل كبير يقوم به ماروتا. أنييلي سيدفع الثمن وجماهير اليوفي غاضبة، وقد يرحل أنييلي عن إدارة نادي اليوفنتوس. لكن المشكلة أن إيطاليا بالنسبة لليوفي وروما ونابولي هناك ملاك للأندية. عائلة أنييلي تملك اليوفي، عائلة ديفالي تملك فيرونتينا، فرانكو سينسي كان يملك روما إلى أن جاء الأمريكان، عائلة أنجلو موراتي كانت تملك الإنتر إلى أن جاء الصينيين الآن. الأمور في إيطاليا تدار بطريقة غريبة جدا ولا يعلم أحد. لذلك أندريا أنييلي الآمر الحاكم في إدارة اليوفي، ولا أحد يستطيع أن يتحدث معه. حتى منع الأولتراس الفايكينج، منعهم من دخول المدرجات لأنهم دائما ما يهاجمونه، وقد هاجموا الرئيس أيضا بالأمس أمام اليوفي ستاديوم. ده طبعا باين جدا على مستوى اليوفنتوس، في تخبط كبير جدا في الإدارة، في غضب جماهيري بشكل كبير جدا، مفيش كمان الفيجن بالنسبة للسنة دي والصفقات. يعني في اعتقادي زي ما طبعا إيهاب قال، من أقوى الصفقات أو أفضل الفرق اللي عملت ثقافات على مستوى السيريا آه كان روما، وجود مورينيو على الرئاسة القيادة الفنية لفريق روما، وشايفين النتائج على مستوى عالي جدا. شايف انت كمان وجود مورينيو في السيريا آه مع فريق روما هيضيف ايه للكرة الإيطالية، وبيعمل ضغط اكبر كمان على فرق المقدمة زي اليوفنتوس زي الانتر وزي الميلان؟ Allora io credo che Mourinho e la Roma siano il matrimonio perfetto, un'intesa, un'unione. أقول لك أن روما ومورينيو تم عقد قرانهم قريبا، وأن مورينيو يعشق روما وجاء مع الأمريكان باتفاق. نحن نريد الذهاب إلى دوري الأبطال، لا نريد الفوز بالدوري الإيطالي. الأمريكان وضعوا لمورينيو العديد من الأموال وضخوا الأموال من أجل التعاقد مع أهم اللاعبين في أوروبا. هم أتوا بإبرام، ومورينيو لديه الشخصية والكاريزما، ويخلق حالة كبيرة وعارمة في الدوري الإيطالي وخاصة في روما.
روما الذي لديها أيضا لاتسيو في نفس المدينة. وأقول لكم انتظر الديربي روما روما مع لاتسيو عندما يكون مورينيو أمام موريتسيو ساري، ستكون مواجهة عظيمة. مورينيو جاء إلى إيطاليا وعاد من بوابة روما لكي يصنع تاريخ مجددا، خسره في توتنهام وخسره في مانشستر يونايتد. إيطاليا دائما ما تكون البوابة الكبرى لعودة المدربين، لأن الكرة الإيطالية لديها تكتيك خاص. وأنت كلاعب لعبت في أوروبا وفي ألمانيا تعلم الكرة الإيطالية وما تعلم التكتيك الإيطالي، ولهذا مورينيو عاد من بوابة روما. لذا أنا أتوقع أن ينجح روما مع مورينيو وأن ينجح مورينيو مع روما، وستشاهدون روما بعد أن قام بجلب ميركاتو عظيم سيذهبون بعيدا في الدور الإيطالي، وهذا سنوف شهده الكامبيوناتو الإيطاليانو. الدور الإيطالي رحل رونالدو، رحل لوكاكو، رحل أشرف حكيمي، لكن يبقى الدور الإيطالي جنة كرة القدم، وهذا ما سنشاهده في الأيام القادمة مع مورينيو مع روما، ساري مع لاتسيو، مع ماسيميليانو أليجري الذي عودته قد لا تطول في اليوفي. فيرميامو فابيو. طيب فابيو ضيفنا طبعا إيهاب الجنيدي الناقد الرادي، عايز يوجه لك سؤال يخص الانتقالات الصيفية. تفضل إيهاب. يا فابيو سعيد بالقائمة معك. احنا كان عندنا يعني اخر يوم من الانتقالات كان الربط كل واتكتب في الصحف العالمية كلها ان مصير رونالدو بمانشستر سيتي. ايه اللي حصل في اللحظات الاخيرة وده مانشستر يونايتد؟ يعني كل صحف العالم زي ما انت طبعا عارف كتبت خلال ساعات يتم انتقال رونالدو الى مانشستر سيتي. فايه اللي حصل في الصفقة؟ ازاي تغيرت الوجهة للقطب الثاني لمدينة مانشستر؟ حدث شيئين هامين. الأولى أن اليوفنتوس كان يريد parte dei soldi che per il cartellino di Cristiano Ronaldo. Aveva chiesto 20. اليوفي كان يريد 25 مليون يورو من مانشستر سيتي من عائد بيع كريستيانو رونالدو، وهذا ما رفضه الملاك في مانشستر سيتي. أنا أتكلم معك كنت في شيراتون السانسيرو آخر يوم في الميركاتو. مانشستر يونايتد دفع 15 مليون يورو لكريستيانو رونالدو من أجل شراء عقد كريستيانو رونالدو، وقام بدفع البونس لليوفي، وذلك كانت نقطة تحول كريستيانو رونالدو من السيتي. إذا أنا أقول لك وأنا مشجع لليوفي ولا أخشى ذلك أن كريستيانو رونالدو كان قريب، هو الآن يخدع جماهير اليونايتد، يقول أنه عاد إلى بيتي، عدت إلى بيتي، هو لن يعود إلى بيته. كريستيانو رونالدو كان قريب من التوقيع للسيتي، وقام بتوقيع استمارات رغبة للانتقال للسيتي، لكن في آخر يوم في ميركاتو إيطاليا في أوتيل شيراتون سان سيرو جاءت مفاوضات اليونايتد ودفعوا البونس لكريستيانو رونالدو. هذا الشيء الهام الذي حول وجهة كريستيانو رونالدو إلى يونايتد من السيتي. صحيح. أنت من وجهة نظرك فابيو أن كريستيانو رونالدو بيتلاعب بيمكن أحاسيس ومشاعر المان يونايتد، وكان طبعا فيرجسون طبعا المدير الفني الكبير العظيم للمان يونايتد أكيد كان ليه بعض التأثير أو كان ليه دخل واضح في وجود كريستيانو في المان يونايتد. أنت شايف ده إزاي ولا كل الأمور كانت يعني مترتبة من جانب رونالدو؟ certo che allora secondo me Ronaldo ha lasciato la Juventus in malo modo. بالنسبة لي كريستيانو رونالدو ترك اليوفي بطريقة سيئة. اليوفي فتح الباب ليونايتد وقام بدفع العديد من الأموال، ملايين اليورو دفعت في رونالدو عندما جاء منذ 3 سنوات غير طريقة رحيله. طريقة رحيله أنا كنت قريبا منها. إذا كنت تريد الرحيل من اليوفي واليوفي نادي كبير في أوروبا ليس أقل من ريال مدريد وليس أقل من مانشستر يونايتد، كان يجب أن يتحدث مع رئيس النادي بطريقة أفضل من ذلك. ترك التمرين، تحدث مع جورجينا. هل جورجينا من قامت بقرار ترك كريستيانو رونالدو لليوفي؟
كريستيانو رونالدو يجب ان يتحدث رونالدو اذا كان لديه الشجاعه يخرج في مؤتمر صحفي ويبرر رحيله عن اليوفي بطريقه هذه. اليوفي وجماهيره لن يستحقون خروج كريستيانو رونالدو بهذه الطريقه. لاعب عظيم واسطوره لا يجب ان يخرج من اليوفي في يوم وليله. كل شيء كان مرتب وطريقة خروجه كانت إهانة. صحيح لها. فابيو وآخر سؤال يعني هو رأيه في السيريا آ السنة دي مع طبعا وجود كمان عودة الميلان بصفقات لا بأس بها. عودة الميلان والدور الكبير اللي بيقوم به مالديني كسبورت دايركتور في الميلان. هل المنافسة ما بين الثلاثي أو الرباعي نقدر نقول يوفنتوس إنتر والميلان هم دول الثلاثي أو مثلث الكرة الإيطالية أم وجود مورينيو بيضعه كمان على أولية الحصول على السيريا؟ بالنسبة لي الإنتر قد يكون المفضل الأول للفوز بالدوري الإيطالي لأنه قام بعمل ميركاتو عظيم مع ماروتا المدير الرياضي للنادي وقام بانطلاقة جيدة فاز في أول مباراتين. شاهدنا الإنتر لن يترحق أن الإنتر لم يتأثر برحيل لوكاكو وحكيمي. المركز الثاني يأتي روما مفضل لي روما قد يحصل على المركز الثاني وقد يقاتل على السكوديتو مع اليوفي. وأقول لك أن المثلث والضلع الثالث في المثلث قد يكون اليوفي. اليوفي يبقى مفضل كابتن. اليوفي فريق عظيم لن يتأثر بخسارة 5 نقاط من أصل 6 في أول جولتين. انتظروا اليوفي، اليوفي سيعود. الميلان قد يناور من بعيد عمل ميركاتو عظيم مع مالديني لكن يبقى الثلاثة المفضلين إنتر روما يوفي. أنا بتفق معاك، اليوفنتوس يمرض ولا يموت. يوفنتوس من الفرق الكبرى العظيمة وأعتقد رغم البداية السيئة شوية لكن اليوفنتوس قادر العودة على المنافسة والفوز بالسيريا آ. فابيو ريفا بنشكرك شكرا جزيلا، كنا سعداء بوجودك معنا في قناة النادي الأهلي. شكرا جزيلا، جراتسيس. إيهاب أكيد حصل يعني بقول لك كريستيانو رونالدو يمكن من الكواليس اللي عرفناها من خلال فابيو ده كان الراجل يعني كان مظبط بالظبط طريقه ماشي إزاي ويمكن يعني النقطة الفاصلة جلوسه على دكة البدلاء في المباراة الأولى قدام أودينيزي وبالتالي هو قرر وكلم وكيل أعماله وقال له خلاص أنا بيني وبين أليجري خلاص الموضوع انتهى وبدأ التحضير من هذه الجزئية للانتقاله للبريمير ليج يعني. طيب أقول لك مفاجأة كابتن، يمكن مش مفاجأة كلمت فيها بعض الصحف العالمية. أليجري مشي إمتى؟ الجولة الأولى على طول بعد ما رونالدو جه بكام شهر وكده، لأن كان رونالدو أساسا هو الكيمياء مش واحدة مع أليجري ومن البدايات من اول ما راح في اول ما انتقل من ريال مدريد كتبت بعض الصحف الايطاليه ان هو ايه لا يرغب في البقاء مع أليجري. ولكن انا نقطه مفاجاه ليست مفاجاه بالنسبه لرونالدو زي ما بقول حركه ثاني. رونالدو حته الجلوس احتياطيا طبعا زي ما فابيو قال لنا دي كانت زي ما بيقولوا القشه التي قسمت ظهر البعير، بس مش هي دي اللي البعير شايله، مش هي دي اللي موتته، دي يا دوب كده ان هو خلاص قال حاجه امسك فيها ان انا ما اقعدش احتياطي، لان احنا شفنا رونالدو بيقعد في ريال مدريد احتياطي قبل كده. بس من الواضح كان في كواليس ويمكن فابيو قال بعض الكواليس، كان في على سبيل المثال الدريسنج روم هو في الغالب هناك الاجواء او مشجع اليوفنتوس او المتابعين اليوفنتوس بيقولوا ان رونالدو في وقت من الاوقات كان عايز يبقى هو الامر الحاكم في الفريق، وأليجري طبعا مدرب عنده شخصيه وشخصيه قويه جدا، فبدا الصدام واللي دعم الصدام ده كمان ان جلوس طبعا رونالدو على دكه البدلاء. واعتقد كمان ان أليجري كان طالب اداره اليوفنتوس انها تستغنى عن رونالدو او تعرضه للبيع في الميركاتو الصيفي ده. ما جاب لهمش يا كابتن الفلوس اللي دفعوها فيه. طبعا ده سبب بالظبط، ده سبب عدم بيع رونالدو في الصيف ده من بدايته، ان العروض اللي جات له ما كانتش ما يحقق طموحات مسؤولي نادي يوفنتوس في الاموال اللي دفعت في رونالدو حين ضمه من ريال مدريد. ال 120 مليون اللي دفعوا لإدارة ريال مدريد عشان يحصلوا عليه كان المبلغ قل جدا وبقت قيمته السوقية تقريبا 40 مليون يورو، ولكن يبقى رونالدو أسطورة، يبقى أسطورة، أرقام خيالية لما نتابعها لغاية امبارح اللاعب بيلعب بيجيب هدفين دوليين بيحطم رقم جديد مع علي دائي كان اتشارك معاه كان قبل كده عمل نفس الرقم بتاعه جاب 109 هدف، امبارح
وخلاص البرتغاليين زي ما انت شايف بيشوفوا المباراه فقدوا الامل الدقيقه 89 فجاه راسيه متقنه جدا وتدل قدرات لاعب كبير يدرك بها التعادل، بعديها بشويه في الوقت الضايع اسرائيل لاعب مش لاعب يا كابتن خالص عنده السن ده ولا في الثلاثينات ولا في اخر، لا اسرائيل لاعب صغير لاعب عايز يثبت نفسه، رونالدو بيظهر في المباريات كلاعب ناشئ عايز يثبت نفسه مفيش شك طبعا هو كقيمه طبعا بيكسر جميع الارقام، وزي انت بتقول كمان هو بعد ما ضيع ضربه الجزاء في الدقيقه 15 بيرجع بيجيب هدفين في اخر دقائق قاتلين بيثبت بيهم زي ما بقولت في الانترو ان رونالدو مش قيمه لاعب كره، لا ده مثل للطموح ومثل للتحدي في اشياء بالزبط. كتيره جدا جدا شايف عودته للبريمير ليج وعن طريق المان يونايتد هتدي كمان بلس هتدي قوة للمان يونايتد. تعالوا نشوف مع حضراتكم كريستيانو رونالدو قال ايه بعد الانتقال من اليوفنتوس للمان يونايتد. حسنا، كما تعلم كان لدي تاريخ كبير مع هذا النادي الرائع، كنت هناك بعمري 18 عاما، وبالطبع أنا سعيد جدا بالعودة إلى بيتي بعد 12 عاما، لذلك أنا سعيد حقا وأنا أتطلع لخوض مباراة الأولى. ياب الراجل سعيد جدا، بيقول سعيد بعودته طبعا للنادي، لكن دايما الكواليس الترانسفير بيكون فيها كواليس معينه، لكن ما فيش شك حتى على مستوى لما الناس تفكر هل الافضل للمان يونايتد ولا المان سيتي، طبيعي كل الناس هتقول للمان يونايتد لان الضغوط اللي كانت هتقع عليه وانت عارف ما بين طبعا المان يونايتد والسيتي في طبعا صراعات رياضيه بشكل كبير، لكن هل فعلا اليونايتد هو الاختيار الافضل لكريستيانو رونالدو وليس المان سيتي على مستوى على مستوى الكوره على مستوى من وجهه نظري الشخصيه انا شايف ان كريستيانو رونالدو اختار افضل اختيار ليه في البريمير ليج، لعيب هيلعب في البريمير ليج وهيروح البريمير ليج مانشستر يونايتد، الاثنين كملوا بعض دلوقتي يا كابتن، مانشستر رونالدو رجع للنادي اللي بدا فيه زي ما قلت لحضرتك حقق نجاحات، عارفين ان رونالدو بعد ما بدا في سبورتنج لشبونه في 2003 اتنقل لمانشستر يونايتد قعد معهم لغايه 2009 لما راح ريال مدريد في صفقه كويسه في الوقت ده برضو نقطه الانطلاقه والتالق هي طبعا المان يونايتد بالظبط عمل نجاحات كبيره، خد دوري ابطال اوروبا معاهم، خد الدوري الانجليزي، خد الكره الذهبيه الاولى في مسيرته، النادي اللي شهد نجاحات النادي اللي يعرفه. طب على الجانب الاخر مانشستر يونايتد احنا متابعين يا كابتن حضرتك بتتكلم طبعا في النجوم والدوريات، مانشستر يونايتد محتاج لاعب زي رونالدو صحيح كل الفتره اللي فاتت كمان وانت بتتكلم كمان بنعرض الارقام والالقاب على المستوى الجماعي وعلى المستوى الشخصي، يعني ارقام خرافيه وارقام اعتقد هنفضل سنين كتير جدا جدا لغايه ما لاعب اخر يقدر يحقق هذه الارقام. يا هاب مانشستر يونايتد الكابتن في ظل قدرات رونالدو كان محتاج قائد، احنا شايفين السنين اللي فاتت كميه من اللاعبين الشباب العاليين جدا في المستوى، جرين وود، ماركوس راشفورد، هجوم عندهم في نص الملعب بوجبا، فرنانديز، نجوم عاليه جدا، خط دفاع متميز، حارس مرمى ديخيه متاخد في ضمن افضل حارس في الجوله الاخيره من البريمير ليج بيستعيد هو كمان تألقه، البعض بيقول ان مانشستر يونايتد مش عارف حضرتك تتفق في النقطه دي يحتاج الى مدير فني. مع هذه الكوكبه من النجوم سوليسكاير اقل من هذه الكوكبه من النجوم على يعني طبعا على مستوى الشخصيه على مستوى الخبرات ممكن يكون محتاج اكتر، لكن كمان اعتقد العلاقه ما بين سولشاير وكريستيانو رونالدو خلال الملعب حتى وعودته دلوقتي سولشاير كمدير فني اعتقد هتكون لو ما حصلتش مشاكل هيكون علاقه جيده خاصة جدا، خاصه انهم لعبوا مع بعض فترات طويله هتبقى برضو فيها شويه حساسات ان نجم كبير انا المدير الفني كنت بلعب انا وهو قبل سنين في الفرقه دي ولكن مانشستر يونايتد يحتاج جدا الى كريستيانو رونالدو القائد، هو محتاج لقائد، احنا شفنا السنين اللي فاتت الفرقه فرقه مميزه جدا عندها كوكبه من النجوم لو حسبتهم ياخدوا اي بطوله ياخدوا البريمير ليج بارتياحيه، ولكن كان مفيش القائد موجود في الملعب، حتى لما جابوا ادينسون كافاني برضه ما ادناش ان القائد اللي في الملعب اللي بيلم الفرقه دي، شخصيه رونالدو قادره انها تعمل الكلام ده كله، وخاصه ان الجماهير والسبورت الجماهيري وان كريستيانو رونالدو قضى افضل فترات حياته في المان يونايتد، اعتقد هنكمل كل ده مع حضراتكم كريستيانو رونالدو وما هيحققه في المان يونايتد، وكمان عندنا فقرات كتيره جدا انتظرونا بعد الفاصل.
اهلا بحضراتكم مره ثانيه. يمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم على المجمل كواليس انتقال كريستيانو رونالدو ورحيله من اليوفنتوس الى المان يونايتد، وكان معانا فابيو اللي يمكن قال حاجات اول مره نعرفها، ان كان في مشاكل فعلا واضحه جدا ما بين كريستيانو رونالدو واليجري، ان كان معترض على جلوسه على دكه البدلاء. كمان السؤال اللي ساله ايهاب لفابيو قال له هو كان منتقل الى المان سيتي ولكن في اللحظات الاخيره انتقل للمان يونايتد، وده اللي اكده كمان فابيو انه خلاص كان تمام موقع تماما مع المان سيتي والامور كانت ماشيه بشكل اكتر من رائع، ولكن راح الى المان يونايتد في اخر اللحظات. ده كان انتقال كريستيانو رونالدو. كمان عايزين نعرف انتقالات الدوري الفرنسي، وطبعا بنتكلم على انتداب ميسي من برشلونة كأكبر صفقة يمكن أو الصفقة المدوية الكبرى. خلينا نشوف مع بعض انتقالات الدوري الفرنسي. إيهاب، اللي احنا شفناه أعتقد باريس سان جيرمان بهؤلاء النجوم وهؤلاء أو هذا الانتقالات الرائعة على مستوى كل المراكز، دوناروما، راموس، بتتكلم على ميسي، فاندوم، بتتكلم على أشرف حكيمي، بتتكلم على تيم أعتقد هو الأقوى على مستوى التشكيلة في العالم. انت شايف ان خلاص الدوري الفرنسي بوجود باريس سان جيرمان بقى دوري ممل وخلاص البطوله محسومه؟ وهل السؤال الثاني او جزء من السؤال، هل بالتشكيله دي خلاص باريس سان جيرمان يضمن الحصول على الشامبيونز ليج، ولا ليك راي اخر؟ والله يا كابتن احنا يعني حته دوري ابطال اوروبا ان ياخد الشامبيونز ليج هي دي اللي محل تساؤل حتى الان في الصحف الفرنسيه، هل مجموعه النجوم دول قادرين بخبراتهم الكبيره جدا بالانضمام للمجموعه القديمه وعلى راسها نيمار وكيليان امبابي ان هم فجروا مفاجاه كبيره رفضوا يبيعوه مقابل 200 مليون اخر عرض اترفع في الصفقات الاخيره، بيقولوا في الساعات الاخيره حتى كانت خلاص في كل الصحف الاسبانيه. طب انا عايز اسالك سؤال في الجزئيه دي، هل ريال مدريد فعلا عرض هذا المبلغ الكبير 220 مليون لانتقال مبابي في حين انه ممكن جدا يقعد 9 شهور او 10 شهور وياخد اللعيب فور فري؟ يعني بعض الصحف برضو قالت هذا الرقم غير حقيقي، وان باريس سان جيرمان ان ريال مدريد ما عرضش هذا الرقم، وانه يبقى من كمان من السذاجه ان رئيس نادي يشتري لاعب ب 220 مليون في حين انه ممكن ياخده فري من خلال او بعدها ب 10 شهور. دي اكذوبه قالتها بعض الصحف المدريديه التي تدين بالولاء لريال مدريد مبلغ 220. اخر عرض اترفع رسميا من ريال مدريد واللي اعترفوا بيه في فرنسا والاكيب كتبت فيه هو ال 180 مليون يورو، وده مبلغ كبير جدا برضه. طبعا مبلغ كبير جدا انهم يعرضوا المبلغ ده عشان يحصلوا على كيليان امبابي، وبيعوض خسارتهم كمان، يعني بيدفع بالكامل مبلغ الاعاره ومبلغ الشراء من موناكو قبل 4 سنين، ده كله بالكامل يعتبر المبلغ ده هيعوضه. ولكن القصه في باريس سان جيرمان مختلفه شويه يا كابتن. القصه في باريس سان جيرمان ان هم دلوقتي النادي ده بيمثل شركه قطر القبضه، وهم عندهم كاس العالم، هم بياخدوا كوكبه نجوم تعمل دعايه، تعمل اسم، توزع، يعني تمهد ليهم ماشوا على راسهم. طبعا احنا شايفين ايهاب طبعا ده تقديم كل الصفقات الجديده او الصفقات المنتقله لباريس سان جيرمان على راسهم طبعا ميسي، وانت شايف قد ايه الاستاد. ويمكن خلينا نقول ان وجود ميسي في الدوري الفرنسي بعض الخبراء وبعض الناس بتقول ان هو اكيد هيبقى ليه فاليو على المستوى الفني وعلى مستوى الارتقاء بالدوري الفرنسي، المتابعه، الاستقبال، الفلوس، السبونسر، كل ده. اعتقد انتقال ميسي لباريس سان جيرمان غير طبعا البطولات اللي المفروض تتحقق، لكن على مستوى الليجا، على مستوى الليجا الفرنسي بيحقق شيء رائع. يعني من دلوقتي يا كابتن بقول لك مباراه باريس سان جيرمان هتعمل مشاهدات تاريخيه، ولكن فين؟ في دوري ابطال اوروبا. الدوري الفرنسي حاليا بظل الكوكبه دي وبظل النتائج بعد 4 جولات حاليا، ان باريس سان جيرمان 12 بوينت من 4 مباريات، العلامه الكامله، بيتغلب على كل خصومه بسهوله، حتى الان ما شاركتش كل الصفقات. يعني دوناروما ما لعبش، راموس ما لعبش، كل الصفقات ما شاركتش، والثنائيه نيمار ميسي حتى الان الجماهير ما شفتهاش، اللي هي منتظره انها تعمل عمايل كبيره جدا. فحتى الان انتظر مباريات باريس سان جيرمان تحكم عليه امتى في دوري ابطال اوروبا مع فرق كبيره، انما في دوري الفريق الواحد حاليا الدوري الفرنسي اصبح دوري الفريق الواحد. بريق الدوري الاسباني اللي كان عامله ايام ميسي كان عشان يوجد وجود رونالدو الناحيه الثانيه، حتى بعد ما مشي رونالدو وجود راموس كلاسيكو العالمي طبعا، وجود اسماء كبيره في الناحيه الثانيه في ريال مدريد واسم ريال مدريد وبطولاته الكبيره، انما حاليا اصبح دوري الفريق الواحد دوري باريس سان جيرمان. انما احنا اللي عايزين نتكلم فيها في الصفقات يا كابتن نقطه مهمه جدا، ان باريس سان جيرمان كان ذكي جدا السنه دي،
باريس سان جيرمان جاب مجموعه من افضل لاعبي العالم كلهم ايه فور فري فالدوم تتكلم. بس هو كمان اجمالي النفقات اللي انفقها باريس سان جيرمان الموسم ده في الميركاتو الصيفي 83 مليون يورو، تقريبا معظمهم على صفقه اشرف حكيمي اللي هي 60 مليون يورو. انما الاسماء الكبيره جدا اللي جابها المدافع التاريخي سيرجيو راموس مجانا، افضل حارس في العالم، افضل لاعب في امم اوروبا دوناروما مجانا، فينالدوم عمود خط الوسط مجانا، ميسي الاسطوره اللي هيربط بين الخطوط دي كلها مجانا. فده كان ذكاء الحقيقه من اداره نادي باريس سان جيرمان الموسم ده انها تتعاقد مع مجموعه، وتعاقد ده كابتن زي ما حضرتك شايف هيكل عظمي كده للفريق، هيكل فقري كامل من الدفاع من الجون للدفاع لنص الملعب للعيب قدام ميسي، يعني عملوا فرقه واقفه قويه جدا مع الثنائي المرعب اللي انا بقول المرعب كيليان امبابي ونيمار. كيليان امبابي حتى الان برغم ذهاب ميسي للدوري الاسباني الفرنسي ومشاركته في مباراه واحده، ولكن حتى الان امبابي هداف الدوري، أربع أهداف حتى الآن في الأربع مباريات لباريس، بيواصل هوايته في تسجيل الأهداف في هز شباك الخصوم، لازال الرهان عليه من جماهير باريس سان جيرمان. فعندهم كوكبة من النجوم اللي قادرة أنها تحقق كل الطموحات، وأنا شايف أن باريس سان جيرمان يمكن النادي الأنجح هذا الموسم من وجهة نظري على صعيد الصفقات في أوروبا في الميركاتو الصيفي. النادي الأنجح على مستوى الصفقات في أوروبا من وجهة نظر إيهاب هو باريس سان جيرمان. هل ينجح في يعني حصد لقب الشامبيونز ليج؟ هو ده السؤال الكبير. تعالوا مع حضراتكم نشوف كمان الماركاتو في الدوري الإيطالي، ده طبعا أهم الصفقات في الدوري الإيطالي. وطبعا احنا بنتكلم على وجود مورينيو، على الصفقات اللي بيقدمها روما على مستوى اللعيبة على مستوى الانتقالات، وطموحات كبيرة جدا جدا لروما للعودة للتتويج مرة أخرى، إذا كان على طبعا السيريا أو كمان الوصول للتشامبيونز ليج السنة اللي جاية. شايف في الانتقالات ازاي اهم الانتقالات؟ احنا بنتكلمنا ان الانتر ميلان كمان عمل انتقالات لا باس بيها، لكن الاقوى في سوق الانتقالات في الدوري الايطالي هو كان روما مع مورينيو. بالظبط. الدوري الايطالي السنه دي يا كابتن زي ما قلنا فيه ان هو طارد للنجوم وليس جاذب للنجوم بشكل كبير. السمه الابرز ليه السنه دي ان هو طارد للنجوم، حتى اغلب الانتقالات اللي فيه جت انتقالات داخليه مش انتقالات كبيره من انديه كبيره، باستثناء الصفقة الأكبر صفقة تامي إبراهيم مقابل 40 مليون يورو من تشيلسي، المهاجم اللي كان جماهير تشيلسي بتقول إن هو مستقبل الفريق، ولكن في ظل الكوكاو وفي ظل العملاق لوكاكو والأسماء اللي بقى وتيمو فيرنر وكاي هافرتز والأسماء اللي موجودة حاليا في هجوم تشيلسي طبعا لم يعد له مكانه، من الصعب جدا إنه يشارك. صحيح. فهو اختار خطوة مهمة جدا لمستقبله إنه يلعب تحت قيادة كمان مورينيو، المدرب اللي يعرفه جيدا من سابق معرفته بالبريمير ليج وتدريبه في البريمير ليج وتدريبه لفرقته دي نفسها في وقت سابق تشيلسي وتدريبه لمانشستر يونايتد ايام ما كان هو بيلعب. ففريق روما السنه دي عمل صفقات مميزه جدا. فريق روما زي ما كان فابيو بيقول لنا من شويه، ملاك الامريكان ليهم هدف السنه دي، ليهم هدف ان الفريق العظيم فريق توتي اللي ليه جماهيريه كبيره جدا في ايطاليا وفي العاصمه يكون موجود في الموسم الجديد في دوري ابطال اوروبا، جماهيره ترجع تشوفه من جديد في دوري ابطال اوروبا بعد ابتعاد عن الاضواء في السنين الاخيره. صحيح. ويمكن السؤال كمان اللي يمكن على مستوى نابولي، يمكن نابولي من 4-5 سنين كان بينافس وموجود مع الاربعه الكبار، لكن اعتقد نابولي كمان ما قامش بصفقات كبيره، ولكن قدر يحافظ على نجومه، النجوم اللي ظهروا في اليورو 2020 قدر يحافظ عليهم، وبالتالي ما نستبعدش كمان نابولي في صراع المنافسه على الدوري الايطالي. فريق نابولي او فقراء الجنوب، الفريق اللي ارتبط على مدار تاريخه بالاسطوره مارادونا، الاسطوره الراحل مارادونا، يظل دائما في كل موسم في الدوري الايطالي يا كابتن تلاقي الفريق اللي بيناوش على اللقب، دايما ما تخرجوش من الصراع، دايما لما تقبى ماتش ليه مع اقطاب القمه يقول لك ماتش صعب. صحيح. يوفنتوس النهارده رايح نابولي، لا ده رايح يلعب ماتش صعب هناك. النهارده نابولي عمل حاجه مهمه جدا ان هو زي ما حضرتك قلت هو احتفظ بنجومه، وعلى راسهم طبعا انسيني النجم الكبير اللي برشلونه كان خلاص بيخلص فيه، ولكن الازمه الاقتصاديه اللي بيعاني منها البارسا حاله انه يدفع ال 30 مليون يورو اللي كان عايزهم نابولي عشان يستغنى عن اللاعب. فهو عمل حاجه مهمه انه احتفظ بنجومه، واللي هم عملوا شكل كويس جدا السنه اللي فاتت، فممكن برضو السنه دي نحطه، ولكن هو بعيد عن الاربعه المرشحين للمنافسه على اللقب دائما او الموسم ده بالذات. يعني كان لو الموسم اللي فات يا كابتن هنحط نابولي. صحيح. مع ميلان والانتر ويوفي، ولكن السنه دي الاقرب مع الثلاثه دول هو روما، هو اللي هينافس معاهم اكتر من نابولي. يعني روما داخل بقوه. وخلينا نتكلم كمان على فريق ظهر بخلال الاسبوعين اللي فاتوا بشكل اكتر من رائع، فريق ميلان.
ميلان يمكن بعد غياب اكتر من اعتقد من 17 سنين بعيد عن الشامبيونز ليج، متواجد في الشامبيونز ليج في مجموعه قويه، في فرق قويه، لكن على مستوى السيريا بيعمل مباراتين، على مستوى الانتقالات ما فيش الصفقه الكبيره قوي. طبعا لسه وجود ابراهيموفيت، جابوا جيرو كراس حربه، اوليفر جيرو الفرنسي، لكن ماشي بخطوات جيده. هل انت شايف ان الميلان قادر على الحسم البطوله ولا يكتفي انه يكون موجود في مراكز الاولى؟ تجربه الميلان يا كابتن السنه دي، مش هنقول السنه دي طبعا، حضرتك متابعها، التجربه بدات من الموسم اللي فات. أيوة. تجربه جديره بالاحترام، بداوا يخططوا انهم يوصلوا مع المدرب ستيفانو بيولي، ادوا له كامل الصلاحيات، الراجل اشتغل، رجع ابراهيموفيتش النجم الكبير للفرقه، سجل اهداف حاسمه جدا لولا اصابته برضه في نهايه الموسم، اثرت على نتائج الفريق في نهايه الموسم اللي فات. ولكن زي ما حضرتك كنا متابعين الموسم اللي فات في الكاتشيو كان لفتره طويله جدا كان متصدر، كان ميلان بينافس على اللقب صحيح، لغايه في الاخر خالص خلاص بدات النتائج تتراجع. فالميلان فرقه مميزه جدا السنه دي، عنده صفقات، عمل صفقات مميزه، صفقات بيحتاجها بعين الخبيره اللي ستيفانو بيولي صحيح. شايف لعيبه معينه عايزها هيقدر ينافس بيهم على اللقب. متوسط الاعمار جيد جدا، متوسط الاعمار صغير، يمكن ابراهيموفيتش هو الكبير شويه، جيرو شويه، لكن على مستوى الدفاع، على مستوى خط النص، كلهم يعني متوسط اعمارهم جيد جدا. طيب على مستوى الانتقالات، وطبعا تم ابراهيم الانتقال بالنسبه لنجم تشيلسي الى طبعا روما، وطموحات روما مع مورينيو للحصول على السيريا. تعالوا نشوف قال ايه بعد الانتقال من تشيلسي الى ذئاب روما. You know, luckily for me, I spoke to Jose and obviously Thiago before coming here, and they told me the ambition of the club. جوزيه مورينيو كان عاملا اساسيا في انتقالي الى روما الى هذا النادي املا بالفوز بالكؤوس. انتقلت الى النادي الايطالي للفوز بالالقاب لا للعب فقط. كان سبب واضح وجود مورينيو في روما، سبب يمكن هل من اختيارات اللاعبين كمان على المستوى المادي، اكيد بيكون في نقاشات، لكن على مستوى الاداره الفنيه، على مستوى المدرب، شايف ان يكون في سبب واضح وسبب كبير لانتقال لاعبين باسماء كبيره لانديه بسبب المدير الفني؟ بتحصل كتير يا كابتن، وحضرتك طبعا كنت لعيب كوره عارفها. خميس رودريجيز مثلا دايما في ريال مدريد مرتبط بانشيلوتي، راح ايفرتون راح معاه، راح بايرن ميونخ راح معاه، كان دايما المدرب يقول لك انا هاخد ده معايا اللعيب ده. فتامي ابراهيم كان فضل انه ينتقل لروما، قالها لوجود مورينيو. صحيح. مورينيو مدرب برضو كاريزما كبيره جدا، سبيشال 1 ليه، برغم الناس تقول مجنون تقول كذا، ولكن هو احد افضل المدربين في العالم، بيوضع خد لقب سبيشال 1. وتامي ابراهيم نجم كبير جدا، لاعب صغير، صغير في السن، اللاعب ده كان بتراهن عليه انجلترا كلها وجماهيرها انه امل انجلترا، ولكن حصل مع توماس توخيل لما مسك تشيلسي انه ابتعد شويه اكتر عن الصوره، كمان ساعد على كده الاصابه اللي تعرض لها في الموسم اللي فات واللي ابعدته فتره، وبعديها ما قدرش يرجع بعد ما خلاص زي ما بنقول المركب مشيت وبقى توخيل ليه تشكيله معينه بينافس بيها. فممكن تكون البدايه روما تكون بدايه جديده لتامي ابراهيم، يبدا بيها من جديد، يرجع تاني لتشكيله منتخب انجلترا ويبقى لاعب مستقبله كبير. طبعا تامي ابراهيم لعيب مميز جدا، لعيب صغير، لعيب مميز. هل يكون السيريا مع وجوده مع مورينيو في روما انطلاقه جديده لهذا النجم؟ ده يمكن نعرفه من خلال الاسابيع اللي جايه. لكن على مستوى الليجا الاسبانيه، تعالوا نشوف مع حضراتكم اهم صفقات الدوري الاسباني. ايهاب، رايك ايه في اهم الانتقالات بالنسبه للدوري الاسباني؟ في بعض الاسماء كده لا شك انها هيكون ليها تاثير ايجابي. شايف، اتكلمنا على جريزمان وانتقاله من يعني من ريال مدريد، من برشلونه لاتلتيكو مدريد، والقيمه الماليه اللي قلت كتير جدا، لكن انت شايف الانتقالات في الدوري الاسباني شايفها ازاي، وشايف طموح الانديه ازاي في خلال السيزون ده؟ طبعا الميركاتو الاسباني، ميركاتو الليجا زي ما تابعنا يا كابتن، ميركاتو ضعيف ماديا، مفيش مبالغ كبيره شفناها في الليجا زي السنين اللي فاتت بتدفع، برضو تاثير الازمه الاقتصاديه، معاناه برشلونه، معاناه ريال مدريد. ريال مدريد اللعيب الوحيد الذي كان سيفتح من اجله خزائنه هو كيليان امبابي، غير كده صفقات في اضيق الحدود. اغلى لاعب جابه حصل في الصفقات في اللحظات الاخيره ادوارد كامفينجا، كامفينجا من استاد رين، لعيب خط وسط مميز جدا، ممكن تكون ليه من ايام زيدان زي ما حضرتك متابع ان هم بيتابعوا اللاعب ده وعايزين يجيبوه. ولكن الجانب الثاني بقى، الثلاث صفقات اللي حصلوا زي ما بيقولوا في اخر ربع ساعه واللي حصل عليهم مشاكل كبيره، صفقه جريزمان وصفقه لوك دي يونج،
يعني حتى النهارده كان في الصحف الاسبانيه بتتهم بعض الانديه بتتهم الليجا بالتفويت لبرشلونه، زي ما بنقولها في مصر تفويت. تفويت على مستوى الانتقال. على تفويت القيد. ايوه ايوه. ان دول اللعيبه دي تم قيدها ازاي؟ وردت الليجا طبعا ببيان رسمي وقالت ان تم قيدهم في اللحظات الاخيره والاوراق موجوده والورق. خلي بالك الانتقالات دي، خلي بالك يا ايهاب، في بيبقى بعض الايجنت وبعض اللعيبه منتظره الساعه الاخيره، نص ساعه الاخيره من الانتقالات، بيكون العمليه محسوبه بشكل كبير جدا، لكن بتبقى مفاجاه للجماهير، مفاجاه للناس اللي بتتابع. لكن في امور كتيره بيبقى في ايجنت معين او بيبقى اسم معين مستني يقول له لا. حصلت معايا في بعض يعني وانا بنتقل من نادي لنادي، يعني بيقول لي لا ما تستعجلش، احنا هنعلن في الوقت المناسب. فالصفقات وخاصه في الصفقات في اوروبا بيبقى ليها اسرارها بشكل او باخر. يعني بالظبط يا كابتن هاني، هو كمان زي ما بقول لحضرتك هو الثلاث صفقات اللي اثاروا جدل هي صفقه جريزمان نهائيا طبعا كانت صفقات مش اثاروا جدل، صفقات الاخيره، صفقات اللحظات اللي كذا بنقول، صفقه ساول نيجويز انه ينتقل لتشيلسي على سبيل الاعاره مقابل 5 ملايين يورو من اتلتيكو مدريد بطل الدوري، ولعيب مهاري جدا ساول نيجويز عارفينه ومنتخب اسبانيا حقيقة. وراح تشيلسي، تشيلسي بقى قوه ضربه قويه جدا ماشي، مع خيار شراء في نهايه الموسم مقابل 40 مليون يورو، فدي صفقه مميزه جدا لفريق تشيلسي. دي كانت الصفقه الثانيه اللحظات الاخيره. الصفقه الثالثه كانت صفقه المهاجم الهولندي المخضرم لوك دي يونج، واحنا شايفين كده يعني حضرتك نقراها كده، انا بقراها في الكواليس، ان رونالد كومان بيحول برشلونه الى مدرسه هولنديه. طبيعي يعني بالكامل يعني يعني هو اهم اثنين لعيبه عنده حاليا وهم نجوم الفرقه بالفعل برضو، فرانكي دي يونج في نص الملعب ومنفيس ديباي اللي شايل الفرقه من ساعه ما جه مهاجم منتخب هولندا. هو عامل منفيس عامل شغل اكتر من رائع طبعا. لكن السؤال الاخير بالنسبه للدوري الاسباني، يعني الانتقالات دي بتدي مؤشر ولا لسه الدوري طويل؟ هل برشلونه يتعافى من رحيل ميسي وممكن يكون بطل الدوري، ولا اتلتيكو وريال مدريد مع انشيلوتي؟ شايف البدايه ازاي؟ انا ترتيبي لو وطبعا لسه بدري، لكن احنا بنتكلم على لسه بدري، ولكن اللقب بين الثلاث انديه لن نشوف جديد، مش هنشوف فالنسيا مثلا رغم ان هي معاهم وكده وعامله نفس النقاط 7 نقاط في الثلاث جولات، مش هنشوف حاجه غريبه السنه دي. اللقب هيبقى بين الثلاث انديه. هل اتلتيكو مدريد هيستطيع الحفاظ برضو على صدارته؟ عنده 2 فرادة حلوين جدا يا كابتن هيتعبوا اي فرقه، جريزمان ولويس سواريز، خبرات كبيره جدا، ممكن يعني برضو اتلتيكو مدريد يظل منافس قوي جدا على اللقب الموسم ده. ريال مدريد مصدر قوته انا شايفه كارلو انشيلوتي مدرب بخبرات كبيره جدا، في وجود عناصر لم يفرط فيها ريال مدريد، ايدن هازارد الموهوب اللي في امال كبيره الموسم ده انه يستعيد مستواه، واعتقد رجع لحد ما ظهر بشكل طيب صحيح. جدا في المباراه اللي اتلعبت، في وجود المهاجم العملاق الذي اراه من وجهه نظري برضو انه من افضل مهاجمي العالم كريم بنزيما مهاجم يعني زي ما بنقول بيكبر كده، انت بتحب بنزيما اهو بيكبر وهو بريقه فيه. لا هو مهاجم متميز جدا طبعا، هو على مستوى التهديف هو رائع، لعيب رائع ما فيش شك، لاعب بيلعب في ريال مدريد برشلونة. بهذا برشلونه يتبقى لها حاجه واحده، الروح روح الرد على ميسي. يعني حتى شفنا بعد المباراه الاولى لما كسبوا يعني كانت حاجه غريبه قوي من اللعيبه، كله بيمسك التيشيرت وبيبوس التيشيرت وبيشاوره على كاتالونيا وشعار كاتالونيا والكلام، التيشيرت بتاعهم شعار نادي برشلونه الكاتالوني، ان يعني عايزين يقولوا رساله ان انت يا ميسي مش كاتالوني، ان انت سبتنا، برغم ان هم عارفين واثقين ان ميسي مشى عن الفرقه يعني غصب عنه وغصب عن الدوري الاسباني وغصب عن برشلونه. طبعا طبعا اكيد الروح اللي هي ان احنا نرد على ميسي، ان احنا فريق كبير، ان احنا لسنا فريق ميسي، دي هتكون بتحرك برشلونه في اوقات. لكن طبعا يبقى الاداء الفني ويبقى طبعا مجهود اللاعبين، اعتقد هيبقى موسم صعب على برشلونه السنه دي، لكن خلينا نشوف. طيب ايه اللي حصل في انتقالات البوندسليغا السنه دي نشوفه مع حضرتك ايهاب. برضو على مستوى البوندسليغا زي ما حضراتكم شايفين مفيش يعني مفيش مبالغ كبيره، مفيش نجوم بمستوى ميسي رونالدو، لكن يبقى الدوري الالماني في اعتقادي الشخصي دوري قوي جدا على مستوى تقارب المستويات في بعض الفرق، اكيد البايرن واكيد دورتموند، مونشن جلادباخ شويه، لايبسك داخل، لكن دوري قوي جدا. شايف انتقالات الدوري الالماني ازاي؟ وشايف طبعا اكيد البايرن بالرغم وجود عدد كبير من النجوم على كل المراكز وكل المستويات، لكن بيدعم باكتر من نجم. يعني البايرن عمل صفقه مهمه جدا، دايوت اوبي ميكانو، دي اهم صفقه عملها واهم صفقات الدوري الالماني الموسم ده، هو اللعيب الموهوب جدا الفرنسي دايوت اوبي ميكانو، لانه عوض رحيل ديفيد ألابا. صحيح ديفيد ألابا كان هيعمل مشكله، وطبعا والظهير الثاني زي ما شفنا في كاس العالم مع مباراه الاهلي كان مين بيلعب جنبه؟ جيروم بواتينج. جيروم بواتينج طبعا راح ليون وحاليا ألابا راح ريال مدريد، فاصبح دفاع فريق بايرن
محتاج للاعب كويس جدا، فاختاروا واحد من ابرز مدافعي العالم حاليا، لعيب صغير السن، لعيب قوي جدا، دايوت اوباميكانو، وخدوه ب 42 مليون يورو. ده بالنسبه لبايرن ميونخ، وحضرتك كنت في الكره الالمانيه، ده مبلغ كبير جدا هم اتكلموا فيه ان هم يعملوا صفقات. بايرن متعود انه يعمل صفقات بمقابل ضعيف، ولكن في مقابل ده فريق بايرن ميونخ لم يفرط في زي ما نقول القوه الضربه بتاعته. مولر موجود، ليفاندوفسكي موجود، سيرجي جنابري موجود، كيميتش موجود، الحارس العملاق حائط برلين زي ما بنقول نوير موجود، جنابري، وبتتكلم على ساني، وبتتكلم على القوه الضربه بتاعت الفريق موجود. نروح بقى للحاله المثيره للجدل في الدوري الالماني، او زي ما بنقول كده لما بيتكلموا عندنا يقولوا دوري الشركات وانديه الشركات. فريق لايبزيج، فريق لايبزيج كان الاكثر مبيعا للاعبين الموسم ده، والاكثر انفاقا على اللاعبين. صحيح، فريق عنده لاعبين مميزين جدا، باع لعيبة كتير لأكثر من نادي في أكثر من دوري، وفي نفس الوقت اشترى لعيبة جديدة، وعنده طموحات أنه يواصل المنافسة ويواصل ظهوره الطيب اللي ظهر بيه من ساعة ما ظهر، سواء في البوندسليغا أو في دوري أبطال أوروبا اللي تأهله بسرعة. فده برضو نجاح من الشركة، شركة ريد بول اللي هي بتملك النادي، بتملك نادي سالزبورج وبتملك النادي ده. الظاهرة حتى الآن في الموسم ده هل تستمر ولا لا، هو فريق فولفسبورج. فولفسبورج الفريق اللي حقق العلامة الكاملة حتى الآن، يعني يليه بايرن ميونخ ويليه فرايبورغ ويليه كل الفرق الثانيه، باير ليفركوزن، كل دول عاملين 7 بوينت. اه بالظبط، الدوري الالماني فيه كراسي موسيقيه، لكن هيبقى في الاخر اكيد البايرن على القمه، ما فيش شك بهذا الفريق وبهذا المستوى. ممكن جدا يكون لايبزيج موجود، دورتموند كمان اكيد هيكون في الصوره، مونش جلادباك، ليفركوزن، في اسماء كبيره، لكن فولفسبورغ لغايه دلوقتي بيقدم اداء اكتر من رائع. ولكن اعتقد يعني كمان الدوري الالماني بيكون ليه مفاجاته. ايهاب بنشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا، كان لقاء اكتر من رائع، شكرا جزيلا. شكرا كابتن هاني، وشكرا لقناتنا الله. بعد الفاصل مع حضراتكم واخر فقرات المحترف النهارده، ونتعرف على الخمس اجوال يعني اللي احرزهم البايرن امام برلين من خلال فقره التكتيك. اهلا بحضراتكم مره تانية، زي ما بتكلم مع حضراتكم دايما في اخر فقراتنا يوم الخميس بيكون فقره تكتيك، بنحاول نجيب افضل الاهداف. وزي ما بقول لحضراتكم يمكن كنا بنتكلم قبل الفاصل على البوندسليغا، بنتكلم على تالق البايرن، بايرن ميونخ عنده مهاجم اكتر من رائع، ولكن كمان عنده تشكيله هجوميه بشكل اكتر من رائع. في التكتيكس بنحاول نحلل الاهداف من خلال تحرك مهاجم، من خلال خطا مدافع، من خلال كاونتر اتاك بيتعمل بشكل اكتر من رائع. بنحاول نقف على بعض النقاط اللي ممكن حتى على المستوى الفني الناس اللي بتحب تتفرج على الاهداف بشكل مختلف او بزاويه مختلفه بنحاول نعرضها هنا مع حضراتكم في تكتيكس. النهارده عندنا 5 اهداف للبايرن، عندنا 5 اهداف للبايرن اللي بيقدم موسم لغايه دلوقتي موسم طبيعي جيد جدا، لكن على مستوى 3 جولات بيحرز 9 اهداف بمعدل 3 اهداف في المباراه. خلينا نشوف مباراته امام هيرتا برلين كان بدا بمين، وبرده ده مهم جدا انك لما بتبدا بتشكيله معينه بتلعب بتشكيله ليها شكل مختلف بنعرضها. البايرن النهارده بيلعب 4-2-3-1، لكن كمان من خلال التشكيله ومن خلال لما بنشوف الاهداف ازاي بنفتكر مولر كان واقف فين وتمركزه كان ايه في الجزئيه دي. طب ليفا لما بيطلع بره البوكس مين اللي بيخش مكانه، جنابري بيخش مكانه ولا بيجي ساني؟ هنشوف كمان دور الاثنين الديفندر، اذا كان كيميتش موجود او جورتسكا موجود مين هيقوم بالدور رقم 8 ومين 6 والاجناب وهكذا. تعالوا مع حضراتكم بس نشوف التشكيله ازاي البايرن بدا مباراته امام هيرتا برلين، زي ما بقول لحضراتكم 4-2-3-1. خلينا نتكلم على موسيالا. موسيالا ده لعيب مميز جدا، لعيب صغير في السن، بيلعب في طرف الشمال، توماس مولر وجنابري، ده على مستوى الثلاثة اللي تحت راس الحربة. طبعا الليفا عندنا 2 كيميتش وكورزيكا، ده طبعا لعيب مميز جدا. مين اللي هيقوم فيهم بدور 6 و8؟ الاثنين بيقوموا بدور 6 و8، يعني بيبقى واضح جدا كيميتش اللي هو بيزيد في الحالة الهجومية وجوريتسكا بيقف في الحالة دي. طبعا بيبقى فيه انطلاقات من طبعا الباك اليمين بيطلع والباك الشمال بيطلع، وفي متابعة من خط الظهر بشكل كبير. لكن خلينا هنركز من خلال الأهداف على أدوار جنابري، هندور على دور مولر بيشتغل إزاي، وموسيالا اللعيب الصغير اللي أعتقد نجم من نجوم البوندسليغا وهيتألق بشكل كبير جدا، والداهية
ليفا ليفاندوفسكي المهاجم البولندي اللي بيخرج بره ال 18 بشكل كبير عشان يدي للناس اللي جايه من ورا مساحات، ازاي بيتحرك جوه ال 18 بشكل اكتر من رائع. خلينا نشوف مع حضراتكم يمكن الاهداف، ومن خلالها زي ما بقول انا كان مهم جدا اوريكم طريقه اللعب 4-2-3-1. مولر اللي مركزه يمكن على السبوره بيبقى راس حربه، هنشوفه في احد الاهداف لا ده بيلعب طرف يمين او طرف شمال، فعمليه اللامركزيه موجوده كمان من خلال البايرن. خلينا نبدا بالهدف الاول. الهدف الاول اللي احرزه مولر ده طبعا الهدف الاول، وخلينا نعمل ستوب على الجزئيه ديت. احنا بنقف في الجزئيه وبنتكلم تاني، بنتكلم ان خلي بالكم دوت مولر اللي هعمل عليه يمكن دايره، دوت ممكن نعمل عليه دايره، ده مولر الموجود وده اللي هيحرز الهدف. هنتحرك الكوره موجود طبعا على ده، طبعا في خطا دفاعي بشكل او باخر، لكن الكوره استلمها جنابري من الجزء دوت. الحركه هنا طبعا دي المساحه الفاضيه. خلينا نتكلم على الصوره، نقف مولر ده اللي كل بقول لحضراتكم يمكن في الصوره الاولانيه كان على الطرف خالص، وبتتكلم على كان طبعا ده ليفاندوفسكي كان بره ال 18. وجود الثلاثه دول او وجود اربع لعيبه من البايرن، خلي بالنا وجود مولر كان مهم جدا في الجزئيه ديت، وجوده في هذا المركز. اللقطه كمان المهمه جدا ان ليفا طبعا هداف كبير، لكن عنده رؤيه وحاسس بظهره، حاسس ان مولر جاي بظهره، وان مولر هو اللي عنده الاولويه والافضليه، انه شايف الجون بشكل كبير جدا. كان ممكن جدا اي راس حربه ممكن يوقف الكره ديت ويحطها في المرمى برجليه الشمال، لكن خلينا الاحساس بالمكان واحساس الاسترايكر، حاسس ان مولر اللي جاي من بعيد، وانت زي ما حضراتكم شايفين هو مش شايفه، هو حاسس بيه. قدر نعمل بلاي، قدر يفوت الكوره، ومولر بيجي يحط الكوره بكل اريحيه في هدف اكتر من رائع. زي ما بقول لحضراتكم الجزء ده يعني في تناغم كبير جدا وفي احساس بالمكان من جانب طبعا ليفاندوفسكي ومن جانب مولر. طيب نشوف الجون الثاني، ده عباره عن دي طبعا كاونتر اتاك، طبعا خساره لاعب وسط الملعب هيرتا برلين للكوره في موقف صعب جدا، وبقى في كاونتر اتاك بشكل كبير للبايرن. خلاص الموقف هنا موقف 4-3، لكن خلينا كمان نتكلم على التحرك. التحرك انت وارد جدا تطلع كاونتر اتاك بشكل كبير وبعدد كبير، لكن اللي بيديك الميزه هو مش الراجل اللي معاك كوره، اللي بيديك الميزه تحرك الناس اللي بتتحرك من قدامه. عندنا موقف 4-3، نقف في الجزئيه ديت، وخلينا نشوف ازاي الراجل دوت بيشتغل. ليفاندوفسكي بيشتغل اول ما الكوره راحت، او عارف ان الراجل اللي معاه الكوره هيلعب الكوره ناحيه اليمين، هو خلاص ما بيبصلوش. طبيعي جدا لو راس حربه تاني هتلاقي وشه للراجل اللي معاه الكوره وبيحاول يرجع كمان بظهره. لا الراجل ده اول ما الكوره اتلعبت ناحيه اليمين ناحيه مولر، خلاص الكوره اتلعبت، شايفينه ان ليفا خلاص بيدي ظهره للكوره وبيروح ياخد بوزيشن، بيروح ياخد تمركز تاني، لان عارف الكوره هتتلعب ناحيه اليمين هو هياخد تمركز. فده دي عظمه ليفاندوفسكي، التحرك بيكون من غير كوره وعارف بالظبط هو بيروح فين. نعمل بلاي، خلاص بص خلاص خد بوزيشن تاني، هو كان موقف هنا رجع وصحح موقفه، واقف ما بين الاثنين سيرد باكين، ما بيرجعش بظهره وبيسلم ظهره لسيرد باك ويبقى الامور بالنسبه له صعبه. لا ده طلع من هنا جري بوشه وبعدين لف وحط نفسه ما بين الاثنين سيرد باكين عشان يكون عنده حريه في لعب الكوره. طبعا الكوره راحت بالمقاس بشكل كبير جدا. نعمل بلاي، الكوره راحت، نقف بقى هنا كمان في موقف هنا، لعب الكرة جت في العارضة. خلي بالك في بعض برضو يعني الناس خلاص الكرة في العارضة ويبدأ يمسك دماغه ويا وجت في العارضة، لا الراجل ده ما بيعملش كده. الكرة لعبها في العارضة، بعد ما لعبها في العارضة جري علشان ياخد الجامب العالي جدا، حوالي وصل ل 2.2 متر، يعني نط خلاص بقى طول ليفاندوفسكي في هذه الجامب وصل ل 2 متر و2، قدر كمان الكرة ترجع من العارضة ويقدر ينط ما بين السردباكين
ويحرز هدف اكتر من رائع. تاني خلاص لعب الكوره، الكوره جت في العارضه وراح عامل فولو وعمل جامب زي ما حضراتكم شايفين، جامب وصل بقى طول ليفاندوفسكي حوالي 2 متر و22 سنتي وقدر يحرز هدف اكتر من رائع. وزي ما بقول لكم هي ديت قيمه ليفاندوفسكي. اوكي نخش على الجون الثالث، نعمل بلاي في ضغط عالي من فريق البايرن، بيضغط عالي مفروض جدا ان هو يكون فتح الملعب بالنسبه لفريق هيرتا برلين، لكن كان في ضغط عالي، والضغط العالي لما البايرن بيعمل ضغط عالي اكيد لازم يكون التصرف احسن من كده. في ضغط عالي من 3 لعيبه للبايرن على سيرد باك، الكره اتقطعت. خلينا كمان نقف عند الجزئيه ديت، ان الكره بتتقطع، لما بتقطع الكره على حدود ال 18 لازم يكون التصرف سريع جدا، ما تديش وقت الناس تقف، لان زي ما انتم حضراتكم شايفين 3 من بتوع هيرتا برلين اوت اوف بوزيشن، بره الناحيه الدفاعيه خالص نتيجه ان الكره اتقطعت، وبالتالي اتخلقت المساحه لشكل كبير لموسليه. موسليه طبعا استلامه، يعني طبعا الاستلام الاول، اول حاجه في ضغط عالي، الكره اتلعبت بشكل سليم، في مساحات، استلامه للكره بشكل عالي جدا. وخلينا كمان نشوف ازاي هيئ لنفس الكره، نقف هنا كمان، كان ممكن جدا يتسرع ويشوط الكره. الجزء الصغير اللي قبليها لو رجعنا جزء صغير كده، الجزء ده كان ممكن جدا اي لعيب يشوط الكره من الجزئيه ديت، يلم الكره ويشوط، لكن ده اللي بكلم عليه انه فتح زاويه، الجزء اللي فتح بيه الزاويه دوت فتح رؤيه او زاويه البعيده على شمال حارس المرمى عشان يسجل هدف اكتر من رائع. موسيالا لعيب صغير، قوه التسديده وصلت ل 90 كيلو متر في الساعه، لعيب شاب عنده يمكن 21 سنه، لكن زي ما بقول لحضراتكم التكنيك والتصرف السريع جدا هو دي اهم مهارات، وهو ده المهاجم وهو ده الهداف اللي من اقل الفرص ممكن يحرز منها هدف. طيب نروح للجون الرابع، كمان لسه طبعا مع البايرن، وزي ما بقول لحضراتكم هجمه من نص الملعب. نقف هنا برضه، هنا عمليه ده ساني بيعمل عمليه مع اعتقد ده جورسيكا لاعب وسط الملعب المدافع، وزي ما بقول لحضراتكم هنا كمان كيميتش رقم 6 هو اللي واقف كرقم 6، لكن العلاقه ما بين طالع ساني دوت المفروض اللي هو الليفت وينج داخل على جوه عشان يعمل 1 2 مع الراجل الوسط الملعب المدافع اللي هو بيزيد كورتزيكا، بيعمل بشكل اكتر من رائع، وجود مساحه موجوده، شايفين ان ليفا موجود بشكل اكتر من رائع وكان موجود في الجزئيه دي، لكن مساحات بتستغل بشكل اكتر من رائع، نشوف هيتعمل ازاي. الدبل باص ثاني، نقف بقى هنا كمان، اي حد في الدنيا هيقول للراجل ده هو اللي هيجيب الجول، يعني احنا وقفنا الصوره كده اعتقد كل الناس بتقول ان ثاني هو اللي هيحرز هذا الهدف، لكن كمان من يعني اللعيبه دي عندها مستوى عالي جدا جدا جدا، هو ضامن جدا ان ممكن دي هتكون هدف، لكن تعالوا نشوف صنيع عمل ايه. صنيع راح معدي وفاتح سكه لليفا عشان حط له الكره بالعرض عشان يجيب الجون التالت، فدي اللي بتكلم عليها انك بتعمل ان في كونتاكت ما بين اللعيبه، في كونتاكت، في الراجل المفروض وسط الملعب المدافع بيزيد وبيعمل دبل باس مع صنيع اللي هو ليفت وينج اللي بيخش على جوه علشان يكسر كل الدفاع وينطلق وبينفرد بالمرمى، بينفرد من المرمى، نسبة تسديدي للكرة 90-99% يجيب جون، لكن في واحد نسبته 100% بياخد مساحة وبيطلع الكرة لليفا عشان هو اللي يحرز الهدف. زي ما بقول لحضراتكم كل الأهداف وكل المشاهد اللي بنشوفها مع حضراتكم ده أكيد تمرين كتير جدا وفي علاقة ذهنية ما بين اللاعبين، لكن أهم حاجة بنشوفها هو في التلت الأخير إزاي الريتم بيبقى سريع، مفيش لعيب بيبقى بيستلم الكرة في ال 18 هو يا دوبك بيفتح زاويه ليه وبيسدد، لكن عشان ياخد مره والثانيه والثالثه كل دوت بيبقى على حسابه وعلى حساب الفرصه، وطبعا بيكون في تكتل دفاعي اكتر من رائع. خلينا نشوف اخر اهداف طبعا ملحمه البايرن وفوزه على هيرتا برلين 5، الهدف الاخير دي ضربه ركنيه، انتشار واقف مفيش اي مشكله بالنسبه، ويمكن كمان عدد اللعيبه البايرن 4 لعيبه في مقابل
سبع او ثمان لعيبه لفريق هيرتا برلين، وده اللي بقول عليه ساعات العدد الزياده بيسبب ازمه. يعني بيقول لك في عدد زياده للمدافعين، لكن ساعات العدد الزياده ممكن جدا يسبب ازمه دفاعيه. هنا في اربعه من البايرن مقابل 8 او 9 لعيبه من هيرتا برلين. تعال نشوف هيحصل ايه. المساحه الفاضيه دي زي ما بتكلم يعني الكره المرتده، الكره المرتده المفروض يكون على الاقل فيه اتنين كمان، يعني اتنين يخرجوا من الزحمه اللي موجوده في السكس يارد من هيرتا برلين، لازم يكون واحد او اتنين طبيعي جدا واقف على ال 18 عشان الريباوند الكره المرتده ما ترجعش لحد من البايرن. فزي ما بقول لحضراتكم كثافه عدديه لفريق هيرتا برلين زياده وده غلط، وبالتالي هنشوف ايه اللي هيحصل. الكره هتتلعب كروس عالي جدا، وقف هنا تاني. بنتكلم على التمركز راس الحربة ليفا، هتبصوا هنرجع بس عايزين نرجع ونشوف هو كان عامل ايه باص ازاي. خلوكم مع ليفاندوفسكي رقم 9، خلينا اول ما الكرة بتتلعب خلاص الكرة بتتلعب نعمل بلاي. بص الراجل ده الاول في موقف هو باصص على الكرة، اول ما الكرة هتعدي ليفا بصوا هيعمل ايه، ستوب، عمل تيرن وبدا يبص الكوره راحه فين ومين اللي هيلعب لي الكوره، ما فضلش باصص على الكوره راحه بس وبدا، لا دايما بياخد البوزيشن الجديد، دايما الكوره عدتني بلف بسرعه عشان اشوف الكوره دي راحه فين، وحاطط نفسه تاني في بوزيشن اكتر من رائع ما بين السردباكين، المساحات ما بين السردباكين مش مسلم نفسه للراجل. فالتيرن اللي عمله او الجزء من الثانيه ان هو بيبص على الكوره بتترفع، الكوره عدته فعمل بوزيشن جديد وخد رؤيه جديده ما بين السردباكين عفوا، وقدر طبعا يحرز هدف وهاتريك جديد لليفاندوفسكي. زي ما بقول لحضراتكم بنعرض الاهداف دي وبنعرض النجوم الكبار دول اللي فعلا بالملايين ليه علشان نشوف الفوت ورك بتاعهم البوزيشن عامل ازاي. ليفا من اقل فرصه بيحرز هدف، ممكن 4 فرص يجيب 3 اهداف، ممكن 5 فرص يجيب 5 اهداف، في وقت من الاوقات نزل 10 دقائق سجل 4 اهداف. فده قيمه اللاعب، بنحاول نشرح مع حضراتكم قيمه اللعيبه الكبيره، ازاي اللعيبه ديت بتسجل، ازاي اللعيبه ديت بتقدر تترجم الفرص لاهداف من انصاف الفرص. ده كان يمكن اخر فقرات النهارده في المحترف، ان شاء الله الاسبوع اللي جاي ولقاء جديد يوم الاثنين ويوم جديد مع المحترف.